السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا جديد في كورس سي ام اي بارت 1. مكملين مع بعض إن شاء الله محاضرات حل الأسئلة، ولسه مكملين في بارت الكوستنج. بدأنا المرة اللي فاتت في سب يونت 2 في يونت 6 بروسيس كوستنج، ما قدرناش نخلصها، أسئلتها طويلة شوية. هنكمل إن شاء الله سب يونت البروسيس كوستنج النهاردة، أخدنا حوالي نصها تقريبا المرة اللي فاتت، باقي النص التاني هنبدأ نشتغل فيه دلوقتي على طول. حابب بس أفكرك قبل ما نرجع نحل تاني، أعتقد إن أنت فهمت كويس قوي يعني إيه المرة اللي فاتت إنك تركز في قراءة السؤال، وإن إزاي أسئلة البروسيس كوستنج فيها تفاصيل بسيطة كده لازم تفهمها كويس في السؤال. حابب أفكرك تاني بالموضوع ده قبل ما نبدأ نحل، اتفقنا؟ يلا بينا على طول ما نضيعش وقت، هنبدأ في سؤال 28. عندنا السؤال أهو بيقول أدي الفاكت باترن بتاعت السؤال، بيقول لك ألبني مايننج كوربوريشن، ده اسم الشركة، يوز بروسيس كوستنج سيستم، حلو، فور اتس اكستراكشن أوبريشن. كل الكلام اللي فات ده انا عايز اعرف منه بس ان انا هحل سؤال على البروسيس كوستنج. ماشي. The following information pertains to work in process inventory and the operations for the month of May. الداتا اللي جايه دي كلها بتاعت شهر ماي. بيقول لك ايه بقى؟ عندك هنا اهو اليونتس، ودي نسبه البرسنتج اوف كومبليشن بتاعتها، سواء اتمام ماتيريال او اتمام كونفرجن كوست. اول حاجه جه قال لك عندك البيجنينج ويب بتاع شهر ماي، عندك 32000 يونت في البدايه في مخزون اول مده في الانتاج تحت التشغيل، تمين 60% ماتيريال، تمين 20% كونفرجن كوست. بعد كده عندك ستارتد ان برودكشن 200000، وبعد ما ستارت ال 200000 وكان عنده 32، اللي كومبليت من الاثنين دول كام؟ ال 184. فمتبقي عندك في نهايه الاندنج ويب 48000 يونت بنسبه اتمام 90% ماتيريال و 40% كونفرجن كوست. كويس، محتاج اعرف انا صرفت قد ايه ماتيريال. فبيقول لك اهو عندك البيجنينج ويب والانكيرد ان ايه ماي. البيجنينج ويب عندك دايركت ماتيريال فيهم 54560، ودول كانوا في اول المده، وبعدين انت صرفت خلال الفتره 468000. بالنسبه للدايركت ليبر فانت كان عندك في البيجنينج ويب اول المده 20320، وانكيرد في الشهر او صرفت خلال الشهر 182880. كويس، وبعد كده عندك ادي الفاكتوري اوفر هيد 15240، ده في البيجنينج، وانت صرفت خلال الشهر 391160. طبعا احنا نعرف حاجه اسمها ايه؟ ها، ماتيريال وكونفرجن كوست. ادي الماتيريال موجوده اهي، اما الكونفرجن كوست فهو قسمها الى دايركت ليبر وفاكتور اوفر هيد، ما يفرقش معانا خالص. احنا عارفين ان الكونفرجن كوست ان هجمع الدايركت ليبر بلس الايه الاوفر هيد. فين السؤال بقى؟ قال لك under the first in first out method. يبقى انا كويس دلوقتي، انا كده فهمت ان انا هشتغل ايه first in first out، وطالما مديني percentage of completion للماتيريال يبقى الماتيريال added through the production. حلو قوي. ألبني مايننج عايز الإكويفلنت يونت فور ماتيريال. طيب هو كده عايز الإكويفلنت يونت فور ماتيريال، زي ما اتفقنا أول حاجة نعمل الإيه الكوانتيتي سكيدول دي بتاعنا، ولو عملنا الكوانتيتي سكيدول صح يبقى تقريبا أنت خلاص حليت المسألة صح. أول حاجة عندك كده البيجنينج ويب كام؟ البيجنينج ويب 32000، كلام جميل. بعد كده الستارت أند كومبليت لسه هنستنتجها، ولكن هو قايل لي إن الإندنج ويب بتاعك كام؟ 48000. دلوقتي هو قال لك إيه؟ قال لك إن حضرتك هنا كده كنت بادئ ب 32 وبدات عليهم كمان ايه 200، طلع منهم كام الكومبليتد برودكشن هنا 184. فانا عايزك تستنتجها كده بسهوله، اللي تم 184 من اصل كام؟ من اصل 232، صح؟ يعني انا دلوقتي لو قلت ال 200 ديت ناقص الاندنج ويب يطلع لي الستارت اند كومبليت، لان انا ستارت ال 200، ال 200 اللي انا ستارتهم دولت طلع لي منهم او اتبقى لي منهم كام؟ 48. تعالى كده نشوف هعملها لك ازاي. اهي ادي ال 200000 ناقص الايه؟ ال 48000، يطلع كام؟ 152. بإجمالي عدد يونت كام؟ 232. طب أأكد على نفسي برضو، إيه ال 232 دول؟ هما ال 32 اللي أنا كنت فاتح بيهم أول المدة بلس ال 200 اللي أنا عملت لهم ستارت. يبقى إذا ال 232 دول هما توتال اليونت بتاعتي، عملت فيهم إيه؟ خرجت منهم كومبليتد 184، واتبقى عندي في الإندنج ويب كام؟ 48. بس حطيت أنا كده الكوانتيتي سكيدول أقدر أحل بقى بسهولة. خلي بالك هو بيقول لك إيه؟ فيرست إن فيرست أوت، وأنا عارف كويس إن الفيرست إن فيرست أوت ده دقيق جدا، بيحط نسبة الإتمام اللي هو محتاجها الشهر ده بس. يعني فور ماتيريال هي بيجيننج 60، أنا هديها كام في المية؟ 40%، يبقى الإيكويفلنت بتاعها كام؟ 128. ستارت أند كومبليت ياخد 100%، إندنج ويب ياخد ها كام؟ 90% اللي هي دي. يبقى إذا التوتال كام؟ 208000، يبقى إجابة رقم بي. موضوع بسيط قوي. نروح للسؤال اللي بعده.
نفس الجيفنز ونفس الفاكت باترن، بس المره دي عايز ايه؟ اندر فيرست ان فيرست اوت ميثود عايز الايكويفالنت يونت اوف ايه؟ كونفرجن كوست. تعال بينا نشوف هتطلع ازاي. هاخد نفس الكابي من التيبل بتاعي اهو، بس المره دي ده بقى اللي فات ده كان ايه؟ كان فور ماتيريال صح. ده بقى كده هيبقى ايه؟ ابعدهم عن بعض شويه واقول ده كده هيبقى فور كونفرجن كوست. تعال بينا نشوف ايه اللي هيحصل. نفس الكوانتيتي سكيدول بتاعي زي ما هو مش هيتغير، 32000 وستارت اند كومبليت 250 والاندنج 48. انا شغال فيرست ان فيرست اوت، يبقى هاخد النسب اللي انا محتاجها فقط. البيجيننج ويب جاي لي ب كومبليشن 20%، يبقى انا هدي له المتمم 80%، وهنا 100%، وهنا الاندنج ويب قفل معايا على 40%، يبقى 40%. يبقى الايكويفالنت بتاعي كام؟ 196800. يبقى اجابه رقم دي 196800. نروح للسؤال اللي بعده، برضو نفس الجيفنز بتاعتنا هي ما اتغيرتش. سؤال رقم 30 بيقول ايه؟ اندر ذا فيرست ان فيرست اوت ميثود، حلو، عايز الايه؟ عايز الالباني ماينينجز، ده اسم الشركه، عايز الايكويفالنت يونت كوست فور ماتيريال. هنا بقى عايز الايه؟ اليونت كوست فور ماتيريال. طيب الموضوع بسيط قوي، احنا هنا شغالين فيرست ان فيرست اوت، كويس، يبقى انا مش هاخد الا الماتيريال اللي اتصرفت خلال الشهر بس اللي هي 468000، مش هاخد الماتيريال اللي كانت في البيجيننج، اتفقنا؟ الويتد افريج هو اللي بيعمل كده، انما حضرتك شغال ايه؟ فيرست ان فيرست اوت، فتاخد الماتيريال اللي اتصرفت خلال الشهر بس، تاخد الرقم ده وتقسمه على الايكوفلنت يونت للماتيريال. طيب انا كنت مطلع الايكوفلنت يونت للماتيريال كام؟ 208، يبقى انا ببساطه جديده هعمل ايه؟ هروح اقول 468000 اللي هو الكوست بتاعت الماتيريال فقط على الايكويفالنت بتاع الماتيريال 208000، يطلع 2.25، تبقى الاجابه اجابه رقم بي. موضوع سهل قوي. نروح للسؤال اللي بعده، برضو نفس الجيفنز بتاعتنا هي عايز ايه المره دي؟ يوزنج ايه فيرست ان فيرست اوت ميثود، عايز البانيوس مايننج ايكويفالنت يونت كونفرجن كوست، عايز اليونت كوست ها بالنسبه للايه؟ للكونفرجن. طيب انا طبعا متاكد كويس ان انا شغال فيرست ان فيرست اوت، فهاخد الكوست اللي اتصرفت خلال الشهر ده بس. حلو، الكونفرجن كوست بالنسبه لي هي الدايركت ليبر بلس المانيفاكتشرنج اوفر هيد، يبقى هاخد ال 182 880 بلس 391 160 واقسمهم على الايكويفالنت بتاع الكونفرجن. طيب انا من شويه اهو جبت الايكويفالنت بتاع الكونفرجن، راح فين؟ كان هو ال 196000 دي، يبقى انا اذا ببساطه شديده هعمل ايه؟ فين الكوست بتاعت الكونفرجن كوست؟ هي ال 182 800 وال 391 160، فعندك اهو 182 880 بلس الثانيه كام؟ 391 160. حلو، وقول على الايكويفالنت للايه؟ للكونفرجن كوست، يطلع الناتج 2.92. فين اهي اجابه رقم ايه؟ لحد دلوقتي كده والدنيا زي الفل. كويس، نكتب بس كده علشان ما تنساش، دي فور ماتيريال، دي اليونت كوست صح للايه؟ للماتيريال. اما دي عباره عن ايه؟ دي اليونت كوست للايه؟ للكونفرجن كوست صح. ماشي، السؤال اللي بعده، نروح لسؤال رقم 32، برضو نفس الجيفنز بتاعتنا مفيش جديد. طالب ايه؟ اندر فيرست ان فيرست اوت ميثود، عايز الباينو مايننج توتال كوست اوف يونت. قال لك عايز التوتال كوست اوف يونتس، بس الايه؟ للترانسفيرد ولا للاندنج ولا للميننج؟ قال لك عايزها للايه؟ للاندنج. بص لما يقول لك توتال كوست يبقى عايز ماتيريال على كونفرجن كوست صح، وعايزها هنا للايه؟ للاندنج وركين بروسيس. تعال نرجع ونشوف عملنا ايه. المفروض ان حضرتك هنا كده عندك اليونت كوست فور ماتيريال وعندك اليونت كوست فور كونفرجن. المفروض بقى تاخد اليونت كوست فور ماتيريال وتروح تضربها في الايكويفالنت بتاع الايه؟ الاندنج ويب ده، وبعدين اليونت كوست بتاعت الكونفرجن وتروح تضربها في الاندنج ويب للرقم ده. حلو قوي، يبقى انا هقول دلوقتي الكوست، او هقول كده الاندنج ويب صح، بس فور ايه؟ فور ماتيريال، عبارة عن ان انا هقول اهو انا هاخد اليونت كوست فور ماتيريال واضربها في الاندنج ويب بتاع الماتيريال اللي هو الرقم ده، تطلع 97200، وبعدين اعيد نفس القصة تاني بس المرة دي فور ايه؟ فور كونفرجن كوست اهو، هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى
هقول الـ unit cost for conversion في الـ equivalent بتاع الـ ending web يطلع 56,003.90. نجمع كده ونشوف هيطلع ايه الاتنين مع بعض، الـ total cost يطلع 153,203. تعال ندور عليها، فين 153,203؟ هنا مفيش الا 153,264. تفتكر ليه؟ انا عارف ليه، علشان الديجيتس الكتيرة اللي هنا في الرقمين دول. تعالى كده جرب كده، تاخد ده كده زي ما هو حلو وتشيل الايه، سيبه كده 2.25، وتاخد الرقم ده برضو زي ما هو كده وتشيل الديجيتس الكتيرة قوي دي. بص طلع كام؟ 153,264. موضوع سهل قوي. يبقى اذا اجابة رقم ايه؟ 153,264. نروح للسؤال اللي بعده، برضو نفس الجيفنز، مريح قوي موضوع الجيفنز المتكررة ده. عايز ايه؟ using the weighted average. ايه ده، خلي بالك ده كل الاسئله اللي فاتت على الجيفنز دي كانت first in first out. المره دي هيجي يقول لك using ايه بقى؟ ها weighted average method. عايز يعرف الالباني مايننجز equivalent unit cost for material. خلي بالك هو المره دي عايز يعرف الايه؟ الايكويفلنت يونت كوست فور ايه؟ فور ماتيريال. وهو مش عايز يعرف الايكويفلنت يونت بس، ده عايز يعرف الكوست بتاعت الايه؟ الماتيريال. حلو، تعالى بينا بقى، سيبك من اللي احنا عملناه ده كله، هناخد بس الايه؟ التيبل بتاع الايه؟ الكوانتيتي سكيدول، ونبدا بقى نشوف كده هنعمل ايه. اهو صفر النسب دي كلها وتعالى نفكر. اول حاجه كده نفس الكوانتيتي سكيدول بتاعي زي ما هو، ولكن هو اندر ويتد افريج. طب ويتد افريج اول حاجه كده بيدي اول مده 100%، وبعدين هنا في الستارت اند كومبليت برضه بيدي له 100%، اما بالنسبه للاندنج بيدي له النسبه اللي هو اخدها بس اللي هي 90%. حلو، يبقى اذا الايكوفلنت بتاعي كام؟ 227,200. مطلوب مني عايز اليونت كوست فور ماتيريال، فهروح اشوف الكوست بتاعت الماتيريال. طبعا في الويتد افريج عشان بدي اول المده 100% دايما، فهاخد معايا البيجننج ويب بلس الايه اللي اتصرف خلال الشهر، فهاخد ال 54,560 بلس ال 468. تعال نشوف ازاي الكلام ده. اهو هاخد اول رقم عندي اللي هو الايه 54,560 مظبوط، بلس عندي ال 468,000 اللي اتصرفت في نفس الشهر، واقسم الرقم ده كله على الايه؟ على الايكويفلنت يونت اللي انا طلعتها، هتطلع 2.3 الكوست بير يونت فور ماتيريال. فين هنا 2.3 دي راحت فين؟ اهي اجابه رقم سي. جميل، تعال بينا نروح نشوف نفس الجيفنز تاني. اهي سؤال 34، عايز ايه؟ اندر ذا ويتد افريج ميثود، عايز الايكويفلنت يونت كونفرجن كوست فور ميل. عايز نفس القصه اللي عملناها بس فور ايه؟ فور كونفرجن كوست. حلو، هاخد انا ده كده واروح بيه وهقول له المره دي بقى فور ايه؟ فور كونفرجن كوست، وابدا اصفر النسب بتاعتي واشوف فور كونفرجن كوست. انا عندي هنا البيجنينج ويب كان 20% والاندنج 40%، بس انا كده كده اندر ويتد افريج بدي البيجنينج 100%، وهنا كمان 100% ستارت اند كومبليت، اما هنا فهديله كام؟ 40% فقط. بس طلع الايكوفلنت بتاعي كام؟ 203,200. حلو، تعالى بينا بقى نحسب الايه؟ اليونت كوست هتبقى كام؟ طبعا انا هنا هشوف، انا عندي اليونت كوست بالنسبه لي هنا، ثانيه واحده كده عشان نبقى شايفين، انا بشتغل conversion cost ومع weighted average، فلازم اخد البيجيننج بلس اللي اتصرف خلال الشهر في الليبر بلس البيجيننج زائد اللي اتصرف خلال الشهر فين؟ في الاوفر هيد. تعالى نشوف هنعملها ازاي. اهو هنقول عباره عن 20,320، 20,320 زائد عندك ايه؟ 182,880 بلس عندك 15,240. انا بلم كل الكونفرجن من اول المده زائد اللي اتصرف خلال الشهر زائد 391,160. اجمع الكلام ده كله على بعضه واقسمه على الايه؟ على الايكويفلنت يونت في برودكشن، تطلع النتيجه كام؟ 3. شفت الموضوع سهل ازاي؟ فين 3؟ اهي اجابه رقم بي 3. اعتقد موضوع سهل وظريف، دمه خفيف قوي مش كده؟ تعال بينا نروح نشوف بقى المره دي جيفنز جديده وسؤال جديد كده، نشوف هنتكلم فيه ازاي. اول حاجه هو بيقول لك رامس يور كامباني، ده اسم الشركه، امبلوي ا بروسيس كوستنج سيستم فور اتس تو ديبارتمنت مانيفاكتشرنج اوبريشن. شغاله بروسيس كوستنج سيستم وعندها تو ديبارتمنت مانيفاكتشرنج اوبريشن، يعني الاوبريشن بتاعتها فيها اتنين ديبارتمنت. يوزنج ذا فيرست ان فيرست اوت فايفو انفنتوري ميثود. ماشي لحد هنا معلومه كويسه قوي ان الشركه شغاله فيرست ان فيرست اوت. When units are completed in the department one, in department one, لما اليونت بتكمل في department one, they are transferred to the department two for completion. بتتحول لdepartment two عشان يتم إتمامها.
inspection take place. الفحص بيتم in department 2 immediately before the direct material are added. يعني اذا department 2 ده قاعد على الباب، اي حاجه تخش قبل ما يعمل لها اد ماتيريال يعمل لها inspection. وبعدين حاجة تانية بقى بيقول لك اهو، لما البروسيس تبقى 70% كومبليت وذ ريسبكت تو كونفرجن، بعد كده بيجي يقول لك خلي بالك، لا معلش احنا قرأنا بطريقة خاطئة، دي فاصلة مش دوت مش نقطة. يعني إذا لما نقرأ كده لازم نقرأ الفقرة دي كده كلها على بعض، ما نوقفش هنا ونرجع نفتكر إن احنا هنقرأ تاني. تعال نجيب من الأول. Inspection take place، الفحص بيتم في Department 2 immediately فورا before the direct material are added. يعني بيعمل فحص قبل ما يحط الماتيريال. When the process is 70% complete with respect to conversion. وقف. أنا فهمت إيه؟ فهمت إن لما البروسيس تكون 70% complete بيعمل فحص، ولحد ما هي 70% complete كانت لسه ما فيش ماتيريال اتضافت. The specific identification method is used to account for lost units. Lost units أو units المفقودة بيعرف الكوست بتاعتها بعينها أو تحديدا. نقطة مش هتفرق معانا كتير. The number of defective units عدد الوحدات بقى اللي هتفشل في الفحص وتطلع تالفة. فبيقول لك ايه؟ that is those failing inspection اللي فشلوا في عملية الفحص او سقطوا في الفحص. مالهم بقى اليونتس الديفكتيف دي؟ قال لك is usually below the normal tolerance of limit 4% of units inspected. يعني عايز يقول لك ان دايما او عادة اليونتس اللي بتطلع دي بتبقى في النورمال تولرانس. تولرانس يعني السماح، حد السماح او المسموح به، وهو 4% of units inspected. يبقى دايما بيطلعوا اقل من 4% من اليونتس اللي بيتم فحصها. كويس. بيقول لك ايه تاني؟ defective units have a minimal value، بيبقى ليها cost او ليها value ضعيفة او ضئيلة جدا، minimal value. And the company sell them، والشركة بتبيعهم without any further processing for whatever it can، بتبيعهم لأي حد بدون ما تعمل عليهم ايه further processing. Generally عادة او عامة the amount collected equal or slightly exceeds the transportation cost. الفلوس اللي بنحصلها من بيع الخردة ده او بيع الحاجات السكراب دي او السبويلج ده بتكون يدوب بتساوي او اعلى سنة بسيطة من مصاريف نقلها، يعني بالاخر جايب اهمها بالعافية. A summary of the manufacturing activity for department 2 in units for the current month is presented below. ومدي لك السامري الجميل ده للايه؟ لليونتس. اول حاجة كده الفيزيكال فلو الاوتبوت يونتس. تعال بقى نشوف اليونتس اخبارها ايه. بيقول لك دي البيجيننج انفنتوري، وده 60% كومبليت وذ ريسبكت تو كونفرجن، كان 20,000. وبعد كده يونتس ترانسفيرد ان فروم ديبارتمنت 1. خلي بالك الكلام ده كله يخص ايه؟ ديبارتمنت 2 اهو. A summary of the manufacturing activity for department 2، يبقى الكلام اللي جاي ده يخص ديبارتمنت 2. ماشي، ادي بيجيننج انفنتوري في ديبارتمنت 2 20,000 يونت كانوا تامين بنسبه 60% كونفرجن. وبعدين units transferred in from department 1 جاله جديد من department 1 180,000، فده بالنسبة له كده كأنه بيستارت. حلو، يبقى total units بتاعته كام؟ 200,000. قول لي بقى ال 200,000 دول حصل فيهم ايه؟ بيقول لك اهو units completed in department 2 during the month 170,000، دي عدد units اللي تمت خلال الشهر. وبعد كده عندك ايه؟ units found to be defective at inspection، واليونت اللي فشلت في الفحص كام؟ 5,000. وبعدين ending inventory 80% complete with respect to conversion 25,000 يونت، وادي توتال ال 200,000 اللي انت بتدور عليهم. السؤال بقى هنا عايز ايه؟ عايز رمسرز equivalent unit for direct material for the current month. طب ما السؤال طلع سهل اهو، يعني وجع دماغنا ليه؟ عايز equivalent unit في direct material. تعال بينا فورا نعمل ايه؟ الكوانتيتي سكيدول. وخلي بالك هو قال لك هنا ان هو شغال ايه؟ first in first out. تعال بينا نشوف. هناخد كده كابي من التيبل الجميل بتاعنا ده كده ونحطه هنا ونبدا نشتغل. اول حاجه كده نبني الكوانتيتي سكيدول بتاعنا. الراجل هنا بيقول لي ان انا عندي بيجيننج كام؟ كان قال لي عندي بيجيننج 20، صح ولا يا جماعه؟ هات كده عشان نشوف اهو بيجيننج كام؟ 20. وقال لك عندك اندنج كام؟ فين الاندنج؟ قال لك عندك اندنج كام؟ 25. حلو، يبقى هحط عندي اندنج كام هنا؟ 25. حلو. وبعد كده عندك قال لك الستارت اند كومبليت كام؟ خلي بالك انت عندك هنا بقى حاجه جديده في المثال ده، وهي ان انت عندك جاب او فجوه ما بين الستارت اند كومبليت وما بين اللي المفروض ان هو ستارت، بخلاف الاندنج اوب والبيجننج اوب، وهي ال 5,000 اللي هم فيلد ان انسبكشن دول. شفت بقى؟
حلو، تعالى بينا كده نشوف ايه اللي هيحصل. المفروض ان هم 200,000 يونت صح؟ فانت هتقول كده ادي هنا 20 و25 يبقى كلهم 45,000، 45 ناقص 200 يعني المفروض احط هنا كام؟ 155 صح كده؟ عشان تظبط على 200,000 يونت. كلام جميل، ولكن ده مش صح. ليه بقى؟ لان بيقول لك في خمسه ديفكتيف، فانت هتيجي بقى خلي بالك تعمل حاجه جديده اهو، وتعمل انسرت هنا كده وتروح قايل الايه؟ ادي الايه؟ الديفكتيف يونت اهي. بكام؟ ب 5,000. ودي بقى تبقى كام؟ 150. يبقى ادي الايه؟ ال 200,000 بتوعك. ركز تاني من فضلك، ركز كويس. هو الراجل هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك بيجيننج 20,000 حطيناها اهي. وبعدين عندك اندنج 25 اهي. وبعدين عندك ديفكتيف يونت كام؟ 5,000 اهي. يبقى كده كله كام؟ باقي لك كله كده المفروض ان هم يبقوا 50,000 مظبوط، ما عدا الستارت اند كومبليت. فانت فورا هتحط الستارت اند كومبليت كام؟ 150. لو انت مش مصدقني بص كده بيقول لك ايه؟ يونتس كومبليتد ان ديبارتمنت 2. كام يونت كومبليتد؟ 170. عباره عن ايه؟ عباره عن ال 20 اللي كانوا اول المده تم اتمامهم بالفعل بلس ال 150 دول، فتلاقي ال 150 اللي تم اتمامهم هم الايه؟ ال 170، 150 بلس 20. اتفقنا؟ حلو، تعالى بينا بقى نكمل حل ونحط النسب بتاعتنا. هو عايز ايه؟ فور دايركت ماتيريال. طيب كلام جميل، تعالى بينا نشوف. اول حاجه كده بيقول لك البيجيننج انفنتوري كان 60% كومبليت كونفرجن. حلو، وهو هنا بيقول لي انه ما بيحطش الماتيريال اهي اهي. شفت انسبكشن تيك بليس في ديبارتمنت 2 ايميديتلي بيفور دايركت ماتيريال ار ادد لما البروسيس تكون 70% كومبليت ويز ايه كونفرجن. يعني اذا لو هو تخطى ال 70% كومبليت يبقى اخد ماتيريال، ما قبل ال 70% كومبليت كونفرجن يبقى ما اخدش ماتيريال. كويس، قول لي بقى هنا كده فين عندك البيجيننج ب 60% كومبليت كونفرجن يبقى اخد ماتيريال؟ لا، يبقى اذا انا هدي له الماتيريال بتاعته كلها وكانه جاي لي 0% ماتيريال، فانا هدي له 100% ماتيريال. وبعدين عندك ال 150,000 دي برضه هتاخد ايه؟ 100% ماتيريال. كويس، ركز معايا بقى في ال 5,000. ال 5,000 دي بيقول لك دي الديفكتيف يونت، وهو قايل لي فوق هنا ان انا بعمل ايه؟ بعمل الانسبكشن، الفحص تيك بليس بيحدث في ديبارتمنت 2 قبل الماتيريال. معنى كده ان اللي فيلد ده ما المفروض ما ياخدش ايه؟ ماتيريال، لان تم فحصه قبل ايه؟ قبل عمليه الماتيريال. كويس، بعد كده ال 25,000 الاندنج ويب، ادي 25,000 اندنج ويب تمين ايه؟ 80% ماتيريال. يعني ده خطوا 70% كونفرجن، هم 80% كومبليت ويز ريسبكت تو كونفرجن. يعني اذا تخطوا ال 70% تمام، وطالما تخطوا ال 70% يبقى ياخدوا الماتيريال بتاعتهم بالكامل، يبقى 100%. شفت الموضوع سهل ازاي؟ تطلع في الاخر الايكوفلنت يونت كام؟ 195. فين 195؟ اهي اجابه رقم سي. الموضوع سهل قوي، بس احنا عايزين نتعلم بقى حاجه مهمه قوي ودرس كبير من السؤال ده. اوعى تكون حافظ، خليك دايما ايه؟ فاهم. لو حد حافظ ومبرمج دماغه ان هو حافظ همشي ازاي، هيقع في اسئله من دي كتير، وهتلاقي ايه؟ هتلاقيه حل بالخطا زي ما انت حليت بالظبط، ومجهز لك الاجابه الخطا وحط نفسه مكانك كده، قال لك الراجل ده لو حافظ ومش فاهم هيحل ازاي، ويروح حاطط نفسه مكانك وحلل لك الاجابه الغلط، وتلاقيها مستنياك كده في الاجابات، اول ما تشوفها تفرح تفتكر نفسك حليت صح. عرفت بقى؟ يبقى اذا نركز ونكون فاهمين مش حافظين. نروح نشوف السؤال اللي بعده. اعتقد نفس الجيفنز بتاعتنا اهي، هي هي ما فيهاش اختلاف، ولكن هنا بقى في سؤال رقم 36 بيقول ايه؟ The unit that failed inspection during the current month would be classified as by Remsur. يعني شركة Remsur دي هتصنفها ايه؟ طبعا spoilage او scrap. بس يا ترى normal ولا abnormal؟ انا فاكر هنا ان هو كان بيقول لك ان اليونتس الديفكتيف يونتس اللي هي فيلنج انسبكشن بتبقى بلو، اقل من او تحت النورمال تولرانس، يبقى فورا هي كلها تعتبر ايه؟ نورمال صاح. يبقى انا في النورمال هنا اهي، نورمال سكراب. ما تتغرش بقى بكلمه سبويلج وتروح تختارها على طول، ركز مع كلمه نورمال واب نورمال، هي ايه؟ نورمال سكراب. طب ليه مش نورمال للريورك؟ لان هو قايل لك في المساله ان انا مش بعمل عليها فارزر بروسنج وباخدها ابيعها زي ما هي خرده، ما بعملهاش ريورك او اعاده تشغيل. يبقى اذا الاجابه الصحيحه هي اجابه رقم بي، نورمال سكراب. نروح لسؤال رقم 37. في سؤال رقم 37 بقى بيقول ايه؟ During the month of May، خلال شهر مايو،
A company completed 50,000 units costing 600,000. يبقى الشركة هنا أتمت 50,000 يونت، وال 50,000 يونت دول كلفوهم كام؟ كلفوهم 600,000. كويس. Exclusive of، exclusive of يعني لا يشمل أو لا يتضمن، لا يتضمن الـ spoilage allocation. معنى كده إن ال 50,000 يونت الكوست بتاعتهم 600 مش محمل عليها الكوست بتاعت اليونتس التالفة. اتفقنا؟ حلوة المعلومة دي. Of these completed unit، من اليونت اللي تموا دول اللي هم الخمسين دول، 25,000 من الخمسين دول اهو of these completed unit يقصد بيهم الخمسين الف، 25,000 يعني نصهم were sold during the month. نصف اليونت اللي تم اتمامها دي 25,000 يونت تم بيعهم خلال الشهر. An additional 10,000 units costing 80,000 were 50% complete at a May 31. بالإضافة إلى ال 50,000 يونت دي اللي اتباع نصهم، كان في 10,000 يونت تانيين غير ال 50,000 دول مكلفنا 80,000 وكانوا تامين بنسبة إتمام كام في المية؟ 50% complete في نهاية الشهر. All units are inspected between the completion of manufacturing and the transfer to finished goods inventory. يعني كل اليونتس بتتفحص ما بين completion of manufacturing اتمام التصنيع وما بين نقلها للمخزن. طيب بيعمل ايه بقى في النورمال سبويلج؟ قال لك نورمال سبويلج فور ذا مانث كان 20,000 اللي هو مش allocated على 600، ماشي؟ And abnormal spoilage of 50,000 was also incurred during the month. وعندك برضو abnormal spoilage كام؟ 50,000 was incurred during the month. السؤال هنا بقى the portion of total spoilage that should be charged against revenue. ركز في السؤال ده عشان رائع. بص اول حاجه كده افهم السؤال الاول عايز ايه. The portion of total spoilage، ايه من السبويلج وما حددش نورمال او abnormal، بيقول السبويلج كله على بعضه، ماشي؟ ماله بقى that should be charged against revenue. يعني ايه كلمه charged against revenue؟ بيضحك عليك، يعني راح قائمه الدخل. هو مش اي مصروف بيروح قائمه الدخل، بيبقى قدام المبيعات، يعني انت بدون مبيعات ناقص التكاليف والمصاريف، صح؟ فلما اقول لك ايه اللي راح اتشارج against revenue يبقى كاني بقول لك ايه اللي اتثبت في قائمه الدخل، صح؟ حلو المصطلح ده، كويس. يعني من الاخر كده عايز يعرف ايه من السكراب سواء كان نورمال ال 20,000 او اب نورمال ال 50,000 راح الانكم ستيتمنت. انا مبدئيا كده ال 50,000 دي كلها راحت الانكم ستيتمنت. ليه؟ لان الاب نورمال سبويلج ما بيحملش على الكوست اوف جود سولد ولا بيحمل على الجود يونتس، المفروض ان هو بيروح كلوس مباشره. يبقى انا لو هبدا احل اول حاجه كده هاجي اعملها هقول لك اول هاخد معايا اقول ايه؟ قول الايه الاب نورمال سبويلج. حلو؟ بكام يا عم الاول اب نورمال سبويلج؟ بال 50,000 كله، لان انا عارف الاب نورمال بيروح مباشره لوس. طيب وبالنسبه بقى للنورمال احنا عارفين ودارسين كويس قوي ان النورمال بيحمل على الجود يونتس. ايه هم الجود يونتس؟ يعني اليونتس التامه الكفاءه اللي هم ال 50,000 يونت. فالمفروض الصح ان انا اخد الكوست بتاعت النورمال اللي هي ال 20,000 احملها على ال 50,000. حلو قوي. تمام، يبقى اذا ال 20,000 دي محمله تكلفتها على ال 50,000 يونت. كام يونت اتباعوا من ال 50,000 دي؟ نصفهم، صح؟ 25,000 هم اللي اتباعوا، يبقى اذا انا هاخد معايا 50%، صح؟ من الايه؟ من النورمال. ليه هاخد 50% من النورمال؟ لانه قال لك 50% من اليونتس اتباعت، 25,000 يونت وير سولد من ال 50 كومبليت، وانا بحمل ال 20 على الجود يونتس اللي تم انتاجها بصوره صحيحه، يبقى هستهلك منهم او هودي منهم في الانكم ستيتمنت ما تم بيعه اللي هو نصفهم. حلو، يبقى كاني هقول ايه؟ 20,000 في نص تطلع 10,000، يبقى التوتال السبويلج اللي هيروح الانكم ستيتمنت كام؟ 60,000. كل الاب نورمال، لان الاب نورمال بيروح لص، ونصف النورمال. ليه يا عم نصف النورمال؟ قال لك عشان نصف اليونت اللي تم انتاجها تم بيعها. يبقى الاجابه هنا 60,000 اجابه رقم دي. حلو السؤال ده. نروح لسؤال رقم 38. السؤال رقم 38 بيقول ايه بقى؟ First in first out اللي هو الفايفو require separate costing of goods started last period and finished this period.
and the goods started and completed this period. طبعا مفهوم كويس جدا ان احنا لما بنيجي نشتغل first in first out بنفصل ما بين الكوست اللي تم صرفها في اللاست بيريود في الفتره اللي فاتت اللي جايه لنا مع البيجيننج اوب، بنفصل منها وما بين الايه الجودز اللي ستارتد اند كومبليتد ديورنج ذا بيريود. انما بقى الويتد افريج بيحط الاثنين على بعض صح، بات ذا ويتد افريج ميثود داز نوت، ما بيعملش كده. يبقى اذا الفايفو بيريكواير ان حضرتك تعمل ايه سيبريت كوستنج، تفصل ما بين الكوست بتاعت اليونتس اللي ستارتد لاست بيريود وفينش ديزيز بيريود اللي هو البيجيننج اوب، وما بين الكوست بتاعت الايه اللي ستارت اند كومبليت خلال الفتره. مش احنا لما بنحل مسائل وشغالين فايف وما لناش دعوه باول المده الكوست بتاعت اول مده وبناخد الكوست اللي اتصرفت بس الشهر ده؟ حلو. اما الويتد افريج ما بيعملش كده، بياخد كله على بعضه. فين بقى السؤال؟ Which is the true statement، ايه الجمله الصحيحه about the cost of completed goods transferred under first in first out to the next production department or to finished goods inventory. عايز يعرف ايه من الاربعه دول جمله صحيحه ليها علاقه بتكلفه الكوست اوف كومبليتد جودز. بس هنا بقى مش قال لك كومبليتد جودز وسكت، قال لك لا كومبليتد ترانسفيرد اندر فيرست ان فيرست اوت. يبقى اذا ركز معايا، احنا عارفين كويس قوي ان انا لما اجي اكلف اليونت بكلف بالاتصرف خلال الشهر بس، بس لما اجي ترانسفير اليونتس باخد اللي انا صرفته خلال الشهر زائد اللي كان ترانسفيرد ان معايا اول الشهر. فاكرينها حلينا عليها امثله في الجزء اللي فات صح؟ تعالى بينا نقرا ونشوف ده. The two amounts are kept separate but are combined by the next department. انا هنا بقى مش هفصلهم وانا بترانسفير اوت صح؟ ومش هروح اعمل لهم كومبايند للديبارتمنت اللي بعده. طيب the two amounts are ultimately recorded، ان الاثنين مع بعض بيتسجلوا in a separate finished goods account. اهي بقى مشكله، ما ينفعش كله لما بيروح الفينيشد جودز بيتجمع على بعضه، سواء اللي كان ترانسفيرد ان في اول المده زائد اللي اتصرف خلال الشهر. طيب the two amounts are considered combined، بنجمع الاثنين مع بعض او بندمجهم مع بعض as a goods are transferred، لما البضاعه الجودز البضاعه تترانسفيرد. ايوه صح هي دي، لما حضرتك تيجي تترانسفير الجودز بتاخد الاثنين مع بعض، بتاخد الكوست اللي اتصرفت خلال الشهر بلس الكوست بتاعت اول المده. اتفقنا؟ يبقى اذا لحد دلوقتي اجابه رقم سي سليمه وصحيحه. فين بقى اجابه رقم دي؟ في دي بيقول the goods started and completed this period are transferred period to those started last period. يعني ايه بترانسفير دول قبل دول؟ لا طبعا كله بيطلع مع بعضه. يبقى اذا الاجابه الصحيحه اجابه رقم سي، ذا تو اماونتس اللي هي الكوست اللي كانت في البيجيننج ويب بلس الكوست اللي صرفت خلال الشهر ار كونسيدرد كومبايند از ذا جودز ار ترانسفيرد، بيتجمعوا مع بعض لما الجودز يحصل لها ترانسفيرد اوت. يبقى اجابه سي اجابه صحيحه. نروح لسؤال رقم 39. A major advantage of first in first out process costing method over the weighted average process costing method. يا ترى ايه الميزة اللي موجودة في الفايفو مش موجودة في الويتد افريج؟ هل the simplicity of فايفو؟ بالعكس مفيش simplicity ولا حاجة، يعني مش هو ابسط منه يعني. هل الانفنتوري ار اليمينيتد فروم كونسيدريشن ان فيرست ان فيرست اوت؟ بيتجاهل المخزون في طريقة eliminated from consideration، يعني ما بتاخدوش في الاعتبار في طريقه الفيرست ان فيرست اوت؟ اكيد لا طبعا، مش هنسيب مخزون اول مده يعني. The current period cost per unit is highlighted under the first in first out method. يعني ايه الكلام ده؟ هو انت مش لما بتيجي تحسب الكوست بير يونت وانت شغال فيرست ان فيرست اوت بتاخد الكرنت بيريود كوست بس، ما بتاخدش الكوست اللي كانت موجوده اول الشهر، وبالتالي هايلايتد يعني بتبقى ظاهره كده وباينه قدام الناس ان تكلفه اليونت كوست اهي بيزد على الكوست اللي صرفت خلال الشهر ده بدون ما يتجمع عليها الكوست بتاعت البيجيننج ويب زي ما الويتد افريج بيعمل صح؟ انا شايف دي مناسبه قوي. ولكن تعال نقرا الارقام دي. The only ending inventory cost need to be separately computed when using first in first out. حضرتك ما بتحسبش الا ال ending inventory cost بس، لا انت بتحسب ال ending inventory cost وبتحسب برضه الكوست بتاعت الايه ال goods اللي transferred out. يبقى اذا الاجابه الصحيحه هنا او الاقرب الى الصواب تماما في كادفانتج موجوده في الفايف ومش موجوده في الويتد افريج، هي ان الكرنت بيريود كوست بتبقى هايلايتد جدا اندر فايفو، يعني ظاهره وباينه لان انا استعملت اليونت كوست بس الشهر ده في ان انا احسب الايه الايكويفلنت كوست بير يونت. يبقى اجابه رقم سي هي الاجابه الصحيحه. نروح لسؤال رقم 40. في سؤال رقم 40 ده لطيف قوي، بيقول ايه؟
افيرم يوز ويتد افريج بروسيس كوستنج سيستم، ادي اول معلومه عرفناها، شغالين ويتد افريج. ماشي، دايركت ماتيريال اند كونفرجن كوست ار انكيرد اف فاليو ديورينج ذا برودكشن بروسيس. وادي تاني معلومه مهمه عرفناها، ان الماتيريال والكونفرجن كوست بيتضافوا بالتساوي خلال العمليه الانتاجيه. ماشي، during the month of October the following costs are incurred. قول لنا بقى صرفت ايه في اكتوبر؟ صرف دايركت ماتيريال قد كده، وصرف كونفرجن كوست قد كده، ده اللي اتصرف خلال الشهر. ماشي ماشي، the working process inventory في اكتوبر 1، ايوه البيجنينج ويب اهو، consist of، يتكون من 5000 يونت مقيمين ب 4300 ذات وير 20% completed، وتم بنسبه 20%. حلو، during اكتوبر وخلال شهر اكتوبر، خلي بالك انت بادئ ب 5000، خلال شهر اكتوبر حضرتك عملت ستارت الكام؟ عملت ستارت 27000 يونتس وور ترانسفيرد اوت. لا مش ستارت، ده انا سبقت الكلام، معلش، during اكتوبر 27000 يونتس وير ترانسفيرد اوت. اه ده بقى غير الستارت، ترانسفيرد اوت ده يعني الستارت عند كومبليت بلس البيجنينج ويب، لان هم دول اللي تموا وخرجوا. كويس، inventory as of October 31 consisted of 3000 units، وادي الاندنج inventory بتاعك كام؟ 3000 units that were 50% complete. السؤال بقى عايز ايه؟ the weighted average inventory cost per unit completed on October. عايز ال weighted average inventory cost per unit، مش محدد material ولا labor، صح؟ كويس، تعال بينا نشوف. هو الراجل هنا لما كان بيدي لك نسب اتمام ما كانش بيحدد ماتيريال ولا ليبر، ليه؟ لانه قال لك الاثنين ايه؟ انكيرد ايفنلي بالتساوي. تعال كده نبدا مع بعض ونشوف. اول حاجه هنعملها هناخد الايه، نحط الكوانتيتي سكيدول بتاعنا ونبدا نشتغل. تعال بينا، ادي الكوانتيتي سكيدول بتاعنا اهو، تعال ننظفه كده ونشوف. قال لك عندك بيجيننج ويب كام؟ بيجيننج ويب كان 5000، صح؟ كان عندك بيجيننج ويب، بيجيننج ويب 5000. كويس، وقال لك عندك اندنج ويب كام؟ عندك اندنج ويب كام؟ 3000. حلو قوي. بعد كده قال لك عندك الترانسفيرد اوت 27000 يونتس. الترانسفيرد اوت ده يعني البيجيننج ويب تم اتمامه وخلاص خرج، بلس اللي كان ستارت اند كومبليت، يعني اذا الاثنين دول مجموعهم لازم يكون كام؟ 27000. هنا في 5 يبقى عندك هنا كام؟ 22000. شفت؟ الاثنين دول مع بعض هم اللي ترانسفيرد اوت، هو اللي تم استكمال انتاجهم وخرجوا وتم تحويلهم للاقسام الثانيه. بس طالما انت عملت الكوانتيتي سكيدول كده يبقى انت حليت 50% من المساله صح. يلا بينا بقى، الراجل بيقول لك ايه؟ ويتد افريج يبقى بيدي اول المده كام؟ 100%. ستارت اند كومبليت ياخد كام؟ 100%. كويس، وبعدين جه قال لك ال 3000 اللي في الاندنج 50% كومبليت، يبقى انت هتدي 50% بس، يبقى الايكوفلنت بتاع سيادتك كام؟ 28500. المطلوب بقى هنا عايز الكوست بير يونت، ومش محدد لك ماتيريال ولا ليبر، خلاص انا شغال ويتد افريج، يبقى اذا هاخد اول المده بلس اللي اتصرف ايه؟ خلال الشهر. فين اول المده؟ اهو 4300 موجودين فين؟ في البيجنينج انفنتوري بتاع اكتوبر 1 بلس اللي اتصرف خلال الشهر اللي هو الدايركت ماتيريال والايه؟ والكونفرجن كوست. فانا هاجي كده اقول لك ببساطه، تعال نشوف عندك هنا 4300 اللي كانوا موجودين في البيجنينج بلس 39700 دايركت ماتيريال بلس 70000 كونفرجن كوست، وتقسم الكلام ده كله على الايه؟ على الايكويفالنت يونت بتاعتك، تطلع الكوست بير يونت كام؟ 4. اجابه رقم دي. سؤال سهل وظريف مش كده؟ تعالوا بينا نروح لسؤال تاني. مدينا فاكت باترن جديده اهي، بيقول ايه بقى؟ During December، خلال شهر ديسمبر، كروز كيميكال كامباني، ده اسم الشركة، had the following selected data concerning the manufacturing of اكسيزين مش عارف ايه، ده اسم المنتج اللي هي بتنتجه، in industrial cleaner، an industrial cleaner، منظف صناعي، كل ده ما يخصناش في حاجة. قول لي بقى البرودكشن فلو، وعندك الفيزيكال يونت، ايه اللي بيحصل بقى في البرودكشن فلو؟ عندك completed and transferred to the next department، يعني اليونت اللي تمت وترحلت كام؟ 100. انا متاكد تماما ان ال 100 دول طالما قال لك completed وترانسفيرد يبقى يتكونوا من البيجنينج والستارت اند كومبليت، وتبقى عندك الاندنج ويب اللي في اخر الشهر اللي ما تمش 10 يونتس completed 40% conversion، يبقى اذا توتال يونتس بتاعتك 110. طيب تعال بينا نشوف ايه اللي حصل.
ليس بيجيننج وركينج بروسيس انفنتوري كان البيجيننج بتاعك كام؟ 20. يبقى اذا الستارت ديورنج اكتوبر كام؟ 90. طبعا شايف اللي هو بيعمله ده بيحاول يلخفنك ويلخبطك على قد ما يقدر، جايب لك الايه، جايب لك البيجيننج ويب في الاخر عشان انت تتلخبط وتفتكره الاندنج، ها، وحاطط لك الاندنج ويب في الاول وبيقول لك ادي الستارت ديورنج الشهر 90، وبيحاول يلخبطك على قد ما يقدر. ماشي. All material are added at the beginning of process in this department. ادي اول معلومة مهمة عرفناها، ان الماتيريال added during added ايه at the beginning of the process. انا كمان شكيت فيها، ليه؟ لان مش شايف هنا نسب اتمام ماتيريال، شايف النسب هنا 40% conversion 60% conversion، يبقى توقعت ان اللي هلاقي الماتيريال كلها ايه added at the beginning. ماشي. And conversion cost are added uniformly during the process. واما conversion cost بتضاف ايه خلال المرحلة الانتاجية. The beginning work in process inventory had 120,000 of raw material and 180 conversion cost incurred. حلو، ادي الكوست اللي انا داخل بيها من البيجيننج. بعد كده عندك هنا بيقول لك ايه، material added during December 540 and conversion cost برضه في شهر ديسمبر 1484 were incurred. يبقى اذا دي الكوست اللي اتصرفت خلال الشهر نفسه. شركة كروس دي بقى use the weighted average process costing method. حلو قوي السؤال. Under the weighted average method شركة كروس دي total raw material cost in ending work in process inventory، عايز الكوست اللي قاعدة فين في الويب. انا ببساطة شديدة هشتغل equivalent unit، اطلع الرقم الايكوفلنت بتاعي، اخد الكوست بتاعت الماتيريال اقسمها عليه، اطلع الايكوفلنت كوست بير يونت، اضربها في اليونتس الايكوفلنت للاندنج ويب، فاقول لك الاندنج ويب فيه كوست كام. سهله، يلا بينا نعمل القصه دي ونشوف هتتعمل ازاي. اول حاجه كده نبدا بيها نعمل الايه، الكوانتيتي سكيدول بتاعنا. تعالى نحط الكوانتيتي سكيدول بتاعنا ونشتغل. اول حاجه كده هو بيقول لك هنا ان هو عنده بيجيننج ويب كام، ها، بيجيننج ويب 20. تمام، يبقى دي عندي بيجيننج ويب 20. اندنج ويب كام؟ 10. اندنج ويب 10 بس، يبقى كده كام؟ 30. صح، 20 و10 30. وهو قايل ان التوتال يونتس بتاعتك كام؟ 110. يبقى اذا الستارت اند كومبليت كام؟ 80. شفت الموضوع سهل ازاي؟ طيب لو مش مصدقني هتلاقي بيقول لك اليونتس ستارت ديورنج ديسمبر 90. شايف ال 90 اللي حصل لهم ستارت دول؟ اهم ادي 80 و10 ما كملوش. بس اتفقنا؟ ماشي. السؤال هنا بقى اندر ويتد افريج عايز الايه، التوتال كوست بتاعت الرو ماتيريال. طيب الويتد افريج بيدي اول المده دايما 100%، صح، وبعد كده بيدي الستارت اند كومبليت برضو 100%، وبيدي الاندنج هنا كام؟ تعال نشوف. قال لك ماتيريال ادت ات ذا بيجيننج، يبقى اذا الاندنج ويب ده اخذ الماتيريال بتاعته كلها، لان الماتيريال بتتضاف في بدايه المرحله الانتاجيه، يبقى اديله برضو كام؟ 100%. يبقى الايكوفلنت عندي هنا كام؟ 110. تعالى بقى نجيب الكوست بير يونت. احنا شغالين ويتد افريج، يبقى اذا باخد الكوست بتاعت البيجيننج انفنتوري اللي هي ال 120 اللي جايه في البيجيننج انفنتوري 120 اوف رو ماتيريال، بلس الماتيريال اللي اتصرفت خلال الشهر اللي هي كام؟ ماتيريال ادد ديورنج ديسمبر 540. يبقى انا هاجي كده اقول عندك 120 جت في البيجيننج انفنتوري بلس حضرتك صرفت 540 خلال الشهر، واقول على الايكوفلنت بتاعي يبقى الكوست بير يونت كام؟ 6 دولار. هو طالب ايه؟ عايز الرو ماتيريال كوست ان اندنج ويب. بسيطه، اروح انا جاي كده ضرب اليونت كوست في الايه، في الايكوفلنت بتاع الاندنج ويب اللي هي 10، تطلع الاجابه كام؟ 60. فين 60 هنا؟ اهي اجابه رقم سي. نروح للسؤال اللي بعده، نفس الجيفنز. حلو قوي، نفس الداتا بتاعتنا. ماشي، عايز ايه؟ under the weighted average method عايز ال total conversion cost assigned to units transferred to the next department. سهلة اوي، هي ايه هي ال units transferred to the next department؟ انا اللي حصل عندي transfer لل next department هنا هي ال ايه، ال 20 دي وال 80 دي، او اسف معلش، ال 20 دي وال 80 دي هما اللي حصل لهم transfer to the next department. يبقى انا اذا ببساطة شديدة هاخد التيبل ده واعيده تاني كده for conversion cost، او تعال نشوف هيطلع ايه for conversion cost. اول حاجه انا شغال ويتد افريج، يبقى بدي اول المده دايما كام؟ 100%، وهنا ستارت اند كومبليت برضو هديله كام؟ 100%. اما الاندنج هنا هروح اشوف فين الاندنج، اهو الاندنج انفنتوري كومبليتد كام؟ 40%، صح، يبقى اذا هقف في الاندنج انفنتوري عند 40%، يبقى الايكوفلنت عندي هنا كام؟ 104. احسب لي بقى اليونت كوست كالعاده، انت شغال ويتد افريج، بتاخد الكوست اللي كانت جايه لك في البيجنج انفنتوري اللي هي ال 180 اوف كونفرجن كوست بلس ال 1484 اللي انت صرفتهم خلال نفس الشهر، صح،
يبقى اذا هقول عندي 180 كونفرجن كوست كانت جايه لي في البيجيننج، هاخدها معايا عشان انا شغال ويتد افريج، بلس ال 1484 اللي انا صرفتهم خلال الشهر على الايكويفالنت يونت كوست، يبقى كام؟ 16. هو بقى عايز الكوست بتاعت ايه؟ بتاعت اليونتس ايه؟ ترانسفيرد تو ذا نيكست ديبارتمنت. هو ايه هنا اللي اتعمل له ترانسفيرد؟ اللي اتعمل له ترانسفيرد هنا هو ال 20 بلس ال 80، صح؟ كويس. فانا هاجي كده اقول 20 و80 100، ولو مش مصدقني هو هنا كان بيقول لك فوق كومبليتد ترانسفيرد تو ذا نيكست ديبارتمنت 100، ماشي. هاخد انا بقى ال 100 بتاعتي اللي هي عباره عن ال 20 بلس ال 80 لان هم دول اللي ترانسفيرد اوت، واضربها 100 في 16 تطلع 1600. يبقى الكوست بتاعت اليونتس ترانسفير ده اوت كام؟ 1600. فين 1600؟ اهي اجابه رقم بي. نروح نشوف سؤال رقم السؤال اللي بعده، ده كان رقم 42. نشوف سؤال رقم 43، نفس الجيفنز نفس الداتا بتاعتنا، كويس. ودينا على طول على سؤال 43، بيقول لك اندر ذا فيرست ان فيرست اوت. ركز بقى، عشان اللي فات كله كان اندر ايه؟ ها فيرست، كان اندر ويتد افريج. المره دي هنا بيغير ويوديك تبقى ايه؟ فيرست ان فيرست اوت. كويس. عايز ايه بقى؟ عايز كروسز ايكويفالنت يونت اوف برودكشن يوزد تو كالكوليت كونفرجن كوست. عايز الايكويفالنت يونت للكونفرجن كوست اللي هنستعملها في الكوست بتاعتنا باستخدام طريقه الفيرست ان فيرست اوت. تعالى بينا ناخد كده كابي كده من السكيدول بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده امسح كده الارقام دي النسب. تعالى نشوف ادي الايه الكونتد سكيدول بتاعنا زي ما هو الايه ال 110 يونت اهو. وتعالى نشوف الراجل ده شغال فيرست ان فيرست اوت. الفيرست ان فيرست اوت دقيق شويه، بيدي اليونتس على قد اللي هي محتاجاها بس. فانا كان عندي هنا البيجيننج ويب بتم بنسبه كام في الميه؟ 60%. يبقى محتاج مني كام؟ اكمله ب 40، صح. وهنا دايما بتاخد 100%. اما الاندنج ويب عندي فين الاندنج ويب؟ اهو كان تم ب 40%، فانا هديله ال 40% اللي انا صرفتها عليه بس خلال الشهر، فتطلع الايكوفلنت يونت كام؟ 92. شفت سهله ازاي؟ اندر فيرست ان فيرست اوت. فين 92؟ اهي اجابه رقم دي. نروح بقى نشوف سؤال رقم 44. بيقول ايه بقى سؤال رقم 44؟ A company that use process costing system، بتعمل ايه بقى الشركة دي؟ الشركة دي شغالة process costing. Inspect its goods، بتفحص البضاعة بتاعتها او اليونتس بتاعتها at 60% stage of completion. يعني لما بتم 60% بوقف واعمل فحص. كويس. If the firm's ending working process inventory is 80% complete، يعني اذا لو الاندنج ويب ب 80% complete يبقى هو غالبا عدى مرحلة الفحص. حلو قوي. How would the firm account for its normal and abnormal spoilage؟ يا ترى معالجة النورمال ايه ومعالجة الابنورمال ايه؟ بص بقى، المفروض كده ان هو بيقول لك ان لو الاندنج ويب هنا تجاوز الفحص، يبقى لما بتيجي تحمل النورمال سبويلج بيتحمل على الجود يونتس وشوية على الاندنج ويب، اما كده كده الابنورمال بيطير مباشره ويروح على الايه؟ على انكم ستيتمنت از لوس. احنا عارفين كويس ان النورمال ليه معالجه والابنورمال ليه معالجه. النورمال معالجته ان هو بيتحمل ما بين الجود يونتس وما بين الاندنج ويب لو كان الاندنج ويب اتفحص، اتفقنا؟ اما الابنورمال بيطير مباشره ويروح على انكم ستيتمنت. تعال بقى نقرا الكلام الجميل ده ونشوف انهي فيهم جمله صحيحه. Both normal and abnormal spoilage cost were added to the cost of good units. ممنوع تحط الابنورمال على الجود يونتس، ده بيطير مباشرة على الايه؟ كلوس على الانكم ستيتمنت. طيب both normal and abnormal، كل من النورمال والابنورمال كوست were written off as expense. لا حرام، النورمال ما بيحصلوش written off as expense، الابنورمال بس. ماشي، يبقى دي مش صح. Normal spoilage cost would be added to cost of good units completed during a period. فين الويب؟ مش المفروض في جزء هيتحط على الويب؟ In contrast، اما عن نقيض الابنورمال would written off as a loss. الكلام ده صح، بس انا ناقصني حته ان النورمال بيروح على الجود يونتس اللي تمت وبيروح برضو شويه على الاندنج ويب لان الاندنج ويب تجاوز عمليه الفحص. طيب تعال نشوف رقم دي. Normal spoilage cost would be allocated between the cost of good units completed during the period and the ending work in process inventory. يبقى كده هنا بيقول لك النورمال سبويلج هيتقسم على الجود يونتس والاندنج ويب. وان كونتراست، وعلى النقيض الابنورمال سبويلج كوست would be written off as a loss. كلام سليم، يبقى اذا الاجابه الصحيحه اجابه رقم دي.
نروح لسؤال رقم 45. سؤال 45 بيقول ايه بقى؟ When considering normal and abnormal spoilage، لما يجي نتكلم عن normal والabnormal، which one of the following is theoretically نظريا is the best accounting method for spoilage in process costing system؟ ايه من اللي جاي ده يعتبر ال best accounting method for spoilage ومحددش هنا normal والabnormal، هو هيتكلم عن الاثنين. ولو خدت بالك بيقول لك هنا best accounting، يعني كلمة best يعني الافضل. عارف ده معناه ايه؟ ان قد يكون في اجابة من الاربع اجابات بتحتمل ان اجابتين منهم يكونوا صح، فهو عايز الاصح الافضل. اتفقنا؟ تعال بينا نشوف انهي واحده هي الاصح. اول حاجه كده بيقول لك both normal and abnormal spoilage cost should be charged to a separate expense account. لا، الابنورمال هو اللي يروح سيبريت اكسبنس اكاونت، انما النورمال ما يروحش سيبريت اكسبنس اكاونت. النورمال بيتحمل على الجود يونتس والاندنج ويب. طيب normal spoilage cost should be charged to good units. حلو لحد هنا وزي الفل، ان النورمال يتحط على الجود يونتس. And abnormal spoilage cost should be charged to separate expense account. أما الابنورمال يروح لأكسبنس account. لحد هنا وأنا شايف رقم B كويسة. خلي بالك لازم تكمل قراية، إذ لربما تلاقي البيست اللي أحسن منها، مش كده؟ طيب both normal and abnormal spoilage cost should be charged to good units. لا غلط، الابنورمال ما يحملش على الجود يونتس. Normal spoilage cost should be charged to a separate expense account. أما الأبنورمال يونت كوست هو اللي يتشارج على الجود يونتس. هو هنا عاكس، طبعا كلام خاطئ. الإجابة الصحيحة هنا إجابة رقم B، وهو النورمال سبويلج يتشارج على الجود يونتس، أما الإيه أما الأبنورمال يروح على الإيه السيبريت اكسبنس أكاونت. طب ما انت عمال بقى تقول لنا مش عارف مين اللي تحتمل ان هي تكون صحيحه مره تانية، او احتمل ان الاجابتين يبقوا في اجابه اصح ومش اصح والكلام ده، فين الكلام اللي قلته لنا ده؟ الكلام ده بقى لازم عشان تجمعه تكون دماغك عاليه كده شويه. بص لي بقى، شايف اجابه رقم بي اللي احنا اخترناها دي وقلنا صح؟ خلي بالك بي دي مش صح اللي انا اخترتها دي، ولكنها الاصح فيهم. ليه بقى؟ لان النورمال سبويلج بيحمل على الجود يونتس، ولو كان الاندنج ويب تخطى عمليه الفحص بيتحمل عليه شويه هو كمان، وهو هنا ما جابش سيره الاندنج ويب، صح؟ يبقى لو انت هتديني دي وتحط لي معاها الجود يونتس بلس الاندنج ويب هقول لك ايوه هي دي الاصح، ولكن دي صحيحه ولكن بنسبه قليله، ولكنها الاصح فيهم. حد فاهم حاجه؟ اذا الاجابه رقم بي هي الاجابه الايه؟ الصحيحه. تعال نشوف سؤال رقم 46. بيقول ايه بقى في 46 الجميل ده؟ affirm use process costing system. حلو. And inspect its goods، وبتفحص البضاعة بتاعتها او اليونتس بتاعتها at the end of manufacturing. يعني خلصت تصنيع بفحص. يعني اليونت التالفة خدت كل الكوست بتاعتها. ماشي. The inspection as of June 30، لما جيت افحص في 30 جون 30/6 revealed the following information for the month of June. ظهر لي المعلومات دي في شهر جون. Good units completed 16,000 يونت تموا بايه؟ بشكل سليم ومفيهمش اي مشاكل. النورمال كان 300، نورمال سبولج 300، والاب نورمال سبولج كانوا كام؟ 100. يعني انت عندك 16,400 يونت عباره عن 16 تمين صح، 300 نورمال و100 اب نورمال. حلو. عايز اعرف بقى ايه؟ بيقول لك يونت كوست وير، تكلفه اليونت ايه بقى؟ ماتيريال 3.5 اند كونفرجن كوست 6. ذا نمبر اوف يونتس ذات ذا فيرم وود ترانسفير تو اتس فينيشد جودز انفنتوري اند ذا ريليتد كوست اوف ذيس يونت. فهو هنا بقى عايز يقول لك في سؤال 46 ده ايه هي اليونتس اللي هيتم ترحيلها ك جود يونتس للفينش، غالبا 16,000 طبعا، لان انا مش هودي السبولج ده للفينش، يبقى اذا هي الايه ال 16,000، وكمان عايز يعرف الكوست ريليتد ليها. طيب انا كده مبدئيا لو هتسالني هقول لك اليونتس اللي هتروح للفينش ده هي 16,000، عشان كده 16,000 16,000 16,000، فهي واحده من الثلاثه دول، مش 16,300 ابدا. اما الكوست بقى هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى الكوست بير يونت ال 3.5 وال 6.5 بتاعه 16,300، لان تكلفه ال 300 هتحمل على الجود يونتس، صح؟ اما تكلفه ال 100 هتروح ايه؟ از اكسبنس. تعالى كده نحلها مع بعض. الكوست بير يونت كام؟ ادي عندي اهو الكوست بير يونت عبارة عن 3.5 بلس 6، صح مش كده؟ 3.5 بلس 6 يبقى 9. احنا اتفقنا ان اليونتس اللي هتروح الفينيشد جودز هما 16,000 يونت، ولكن الكوست بتاعتهم بقى هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن 16,000 يونت بلس الايه؟ ال 300، وتقول 16,300 في
تسعة ونص، يبقى 154,850 إجابة رقم بي. أنا عملت كده ليه؟ لأن الكوست بتاعت ال 300 دول اللي هم النورمال لازم تحمل على الجود يونتس بروديوسد، اتفقنا؟ ولو كان عندي اندنج ويب كنت هفكر برضه أحطهم عليه ولا لأ. يبقى إذا الإجابة الصحيحة إجابة رقم بي، يونتس ترانسفيرد 16 بكوست 154,850 اللي هي تكلفة 16,300. يبقى إجابة رقم بي هي الإجابة الصحيحة. نروح للي بعده، سؤال رقم 47. بيقول لك a first in first out FIFO process cost system is used to account for the cost of producing a chemical compound. الكيميكال كومباوند ده مادة كيميائية بيشتغلوها process costing و first in first out. As a part of operation كجزء من العملية التصنيعية، material B ده نوع اسمه material B من الماتيريال is added، بيتم إضافته when the goods are 80% complete، يعني لما إذا بوصل عند نسبة إتمام 80% بقوم ضايف material B دي. كويس. Beginning working process inventory for the current month كان 20,000 يونت، تمين بنسبة كام؟ 90%. أول ما تسمع إن هما تمين بنسبة 90% يعني تخطوا ال 80% دي، يبقى إذا محملين ب 100% material B. ماشي. During the month في 70,000 units were started in production and 65,000 of these units، يعني في 65,000 من ال 70 دي were completed. ماشي. There were no lost or spoiled units، مفيش تالف ولا فائد. If the ending inventory was 2% complete عايز ال total equivalent units for material B for the month. بص بقى، أول حاجة كده عايز ال equivalent for material، يعني عايز عدد ال units اللي تحملت ب material B. مبدئيا كده حضرتك شغال ايه؟ first in first out، وال first in first out هنا بيدي ال beginning inventory بتاعه ايه؟ ها؟ 0%، او مش بيديله 0%، هو ال beginning inventory 20,000 يونت تمين 90، صح؟ فيعتبر واخدين الماتيريال بتاعتهم الشهر اللي فات بالكامل، لان هو جاي لي كام؟ 90، يعني جاي لي واخد ماتيريال بي، فانا اذا هديها صفر مش هاخدها معايا. اما ال 70,000 دول عباره عن ايه؟ 65,000 يونت هم اللي تموا خلال الشهر، يبقى دول اخدوا 100% ماتيريال. وعندك المتبقي الخمسه الباقيين، 5000 الباقيين اندنج ويب 60% ما تجاوزاش ال 80%، يبقى ما اخدش في المية ماتيريال، ما اخدش ماتيريال خالص لانه واقف عند 60% وانا بحط الماتيريال عندي 80. يبقى اذا اليونتس اللي اخدت ماتيريال مني خلال الشهر ده هم ال 65,000 يونت بس اللي تموا خلال الشهر، يبقى من غير كالكوليشن من غير اي حاجه هي اجابه رقم ايه؟ 65,000 يونت. عرفتها منين؟ استبعدت البيجيننج لانه جاي لي تم 90%، وطالما تخطى ال 80 يبقى واخد الماتيريال بتاعته ماليش دعوه بيه. واستبعدت الاندنج لانه وصل عند 60% وقف فما وصلش ال 80 فما خدش ماتيريال، يبقى اذا اللي اخد ماتيريال عندي هي الايه؟ 65,000 بس. اجابه رقم ايه؟ نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 48. بيقول ايه بقى 48؟ A manufacturer use weighted average process costing system. ادي اول معلومة مهمة عرفناها، ان الناس دي شغالة بالايه؟ بالweighted average. And has the following cost and activity during October. وادي الكوست بتاعتها في شهر اكتوبر. عندك material 40,000 وعندك conversion cost كام؟ 32,500. ده اللي اتصرف خلال الشهر. بتوتال كام؟ 72,500. لا معلش ثانية واحدة، ادي عندك هنا اتنين، ادي عندك ماتيريال 40 وكونفرجن كوست كام؟ 32، يبقى التوتال بيجيننج ان بروسيس انفنتوري 72، يبقى اذا ده معناه ان ال 40 وال 32 دول كانوا اللي موجودين جايين اول المدة، مش ده اللي اتصرف خلال الشهر. اما بقى اللي اتصرف خلال الشهر في عندك ماتيريال 700,000 وكونفرجن كوست 617 بتوتال 1,317,500، يبقى ده التوتال برودكشن كوست بتاعت اكتوبر. يبقى انت اذا داخل اول المدة ب 72,500 عبارة عن الرقمين دول، وصرفت خلال الشهر الرقمين دول اللي هم 1,317,000. Production completed حضرتك أتمت إنتاج كام يونت؟ 60,000 يونت. Working process في أكتوبر 31، في 31 أكتوبر كان 20,000 يونت. حلو قوي. خلي بالك هنا هو مش مديلك beginning web. ليه مش مديلك beginning web؟ لأن هو قالك production completed على طول. طب إيه الكومبليتد ده؟ الكومبليتد ده كان البيجيننج ويب لأنك بدأت بيه وأتميته، بلس الستارت وإيه؟ وكومبليت. يبقى إذا البيجيننج ويب والستارت أند كومبليت الاتنين مع بعض موجودين فين؟ في الـ 60,000. ما تقلقش. عارف ما تقلقش ليه؟ لأنه قايل لك هنا إن هو شغال ويتد افريج، والويتد افريج بيدي أول المدة دايماً 100% زي الستارت أند كومبليت. يبقى مفيش مشكلة لو الاتنين بالنسبة لك كانوا مدموجين في رقم واحد اللي هي الـ 60,000.
وعندك اندنج ويب كام؟ 20,000. تعال نشوف نسب الاتمام. All material are introduced at the start of the manufacturing process. معلومة خطيرة قوي، وهي ان الماتيريال بتضاف في بداية the start of manufacturing process. الماتيريال بتحط في بداية العملية الانتاجية. اما الconversion cost is incurred uniformly through production. والconversion بيضاف ايه؟ خلال مراحل الانتاج. conversation المحادثات بقى والكلام with plant personnel مع الموظفين اللي في المصنع reveal that ايه بتتكلم كده مع الموظفين وبتعمل معهم conversation او محادثة. on average في المتوسط month end process inventory اللي هو ال working process inventory في اخر الشهر is 25% completed. يبقى انت عرفت دلوقتي ان اليونتس ال 20,000 اللي موجودين في نهاية الويب او في الويب في نهاية الشهر هم 25% complete. Assuming no spoilage بافتراض ان مفيش تالف. How should October manufacturing cost be assigned للproduction completed والworking process؟ خلي بالك عشان السؤال ده طويل. ليه بقى؟ لان هو سأل من الاخر، قال لك هات لي من الاخر اللي هيتحمل على الكومبليتد اللي هم ال 60,000 واللي هيتحمل على ال 20,000 اللي هو الوركينج بروسيس. طيب بيقول لك اهو عايز يعرف الكوست تو بي اسايند. هل حدد ماتيريال؟ لا. هل حدد كونفرجن؟ لا. يبقى اكيد عايز ايه؟ عايز الاثنين مع بعض، الماتيريال بلس الايه؟ الكونفرجن كوست. تعال نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه كده ببساطه شديده ناخد جدول كده للكوانتيتي سكيدول اهو ونبدا نشتغل. اول حاجه كده هو مدي لك ايه؟ مدي لك البيجيننج ويب والستارت اند كومبليت مع بعض في رقم واحد اللي هو 60,000. خلاص مفيش داعي نكتب بيجيننج ويب في المساله دي مع انه موجود، ولكن هو بيقول لك برودكشن كومبليتد مع بعض، فهحط الاثنين دول ايه مع بعض كده 60,000. وادي الاندنج ويب اللي هو كام؟ 20,000. الراجل ده قال لك انا عايز التوتال كوست، يبقى انا هشتغل الاول في فور ايه؟ فور ماتيريال كوست. تعالى بقى نشوف فور ايه؟ فور ماتيريال كوست ايه اللي هيحصل. تعالى كده نشوف نسب الاتمام. اولا كده الراجل ده شغال ايه؟ ويتد افريج، والويتد افريج بيدي دايما اول المده والستارت اند كومبليت مع بعض 100%. حلو. والاندنج ويب قال لك هو انت مش بتحط الماتيريال ات ذا بيجيننج اوف ذا بروسيس، يبقى اذا الاندنج ويب واخد الماتيريال بتاعته بالكامل، يبقى كام؟ 100%. يبقى اذا الايكويفلنت عندي هنا كام؟ على فكره دي 20 مش 2000 معلش. يبقى اذا التوتال ايكويفلنت بتاعي كام يونت؟ 80,000 يونت. يلا نحسب لهم الكوست. انا دلوقتي شغال ايه؟ شغال ويتد افريج، والويتد افريج بياخد الماتيريال اللي موجوده في اول المده بلس الماتيريال اللي اتصرفت خلال الشهر، صح؟ يبقى انا معايا الماتيريال اللي اتصرفت خلال الشهر 700، ومعايا الماتيريال بتاعت اول المده 40. طيب يبقى انا هاجي كده اقول افتح قوس اهو وقول عندك ال 700 اللي انت صرفتهم خلال الشهر زائد ال 40,000 اللي انت داخل بيهم من الشهر اللي فات، وتقسم الكلام ده كله على الايكويفلنت، تطلع الكوست بير يونت كام؟ 9.25. لحد هنا والدنيا تمام. عيد لي بقى الكلام ده تاني كله بس فور ايه؟ فور كونفرجن كوست. تعالى نعيد اهو، بس المره دي هيبقى ايه؟ فور كونفرجن كوست. شوف عندك انت شغال ويتد افريج، فبتدي اول المده 100% والستارت اند كومبليت مع بعض 100%، فهتدي هنا 100%. اما بقى الاندنج ويب، هو الراجل قال لك هنا ان كونفرزيشن او محادثه مع عمال المصنع، قال لك ان الاندنج ويب ده بيبقى تم كام في الميه؟ 25% كومبليت كونفرجن. يبقى اذا الاندنج ويب هنا يتحط له كام؟ 25%. بس يبقى الايكوفلنت هنا كام؟ 65,000. وبما ان انا شغال ويتد افريج، فهاخد الكوست بتاعت الكونفرجن اللي موجوده في اول مده اللي هي 32,500 بلس اللي انا صرفتها خلال الشهر 617,500، واجي بقى احسب عندي الكوست بير يونت. فاقول عندي هنا كام؟ ادي ال 32,500 بتوع اول المده زائد ال 617,500 اللي انا صرفتهم خلال الشهر، واقسم الكلام ده كله على الايكويفلنت يونت بتاعتي، تطلع 10.46. او تقدر تقول ايه؟ على فكره انا شكلي كتبت رقم غلط، ثانيه واحده. هو احنا عندنا هنا الكوست هنا كام؟ 617,500 و32,500. اه شفت انا كتبت ايه؟ 62,500 مش 32,500 معلش. تطلع الكوست كام؟ 10. بس يبقى انت التوتال يونت كوست بتاعتك كام؟ 9.25 زائد كام؟ 10. يبقى التوتال يونت كوست الايكوفلنت كام؟ 19.25. هو مطلوب ايه هنا بقى؟ معلش عايز ايه؟ في المطلوب
عايز الكوست للبرودكشن كومبليتد والكوست للبيجيننج ويب. في الحاله دي انا ما اقدرش اعمل الجريمه اللي انا عملتها دي، ما اقدرش اجمع الكوست بتاعت الاثنين مع بعض، لازم اعمل دي لوحدها وعامل دي لوحدها. تعال نشوف، لو انا جيت كده قلت لك الكومبليتد يونت، الكومبليتد يونت، وبعدين عايز ايه تاني؟ عايز اللي موجودين فين في الوركينج بروسيس، صح، وعايزين اللي في الايه، اللي في الاندنج ويب. تعال نشوف هنحسب دي ازاي ونحسب دي ازاي. اول حاجه كده انت عندك الكومبليتد يونت هم كام يونت؟ هم 60، فانا المفروض كده اقول 60000 صح، واضرب ال 60000 دي في التوتال كوست اللي هي 9 وربع بلس ال 10 عشان ابقى ايه خدتها كلها مره واحده كونفرجن على ماتيريال، تطلع كام؟ تطلع 1,155,000. حلو قوي. وبعدين اخش على الاندنج، الاندنج عندي هنا هيتم على مرحلتين، اول مرحله كده ال 9 وربع ماتيريال في الاندنج بتاع الماتيريال اللي هو كام؟ 20000، تطلع 185. بعدين اقول ال 10 بتاعت الكونفرجن في الاندنج بتاع الكونفرجن 5000، تبقى كام؟ 50. تجمع الاثنين دول مع بعض تطلع كام؟ 235000. يبقى اذا انت الموضوع عندك ببساطه شديده للكومبليتد يونتس 1,155,000 والاندنج ويب 235. فين الكلام ده هنا؟ اهي 1,155,000 و235 اجابه رقم سي. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 49. في سؤال 49 بيقول ايه بقى؟ A company uses weighted average process costing system. حلو، أول معلومة عرفناها إن إحنا هنشتغل weighted average. All material are introduced as the start of manufacturing. الماتيريال بتتحط في بداية العملية الإنتاجية. And the conversion cost is incurred in value through production. أما conversion cost بالتساوي خلال المرحلة الإنتاجية. The company started 70,000 units during May and had the following work in process inventory at the beginning and ending. حضرتك في May 1 عندك beginning 30 وعملت start كام؟ 70. بعد ما عملت start 70 رحت عامل ending كام؟ 24. يبقى اذا الستارت اند كومبليت هي ال 70 ناقص ال 24، صح ولا ايه؟ وعندك نسب الاتمام اهي. Assuming no spoilage، افترض ان مفيش تالف، or defective units، عايز ايه؟ total equivalent unit used to assign cost for me، عايز يعرف الايكوفلنت بتاع الماتيريال والايكوفلنت للايه؟ ها للكونفرجن كوست. كلام جميل. تعال نشوف ونقول هنحسبها ازاي. هات لي كده كده الايه التيبل بتاعنا اهو، ادي اول تيبل. هقول لك التيبل ده فور ايه؟ فور ماتيريال. وبعدين ابدا اقول كده الراجل ده مديني بيجيننج كام؟ 30000. حلو. ومديني اندنج كام؟ 24000. كلام جميل. وقال لي ان هو عمل ستارت كام؟ 70، صح. ال 70 دول اتبقى منهم 24، يبقى الكومبليت من الستارت كام؟ 46. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ماشي. حط لي بقى كده نسب الايه؟ الاتمام. اول حاجه كده هنشتغل فور ماتيريال، والماتيريال ادد ات ذا بيجيننج، وان الماتيريال ادد ات ذا بيجيننج وانا شغال ويتد افريج، يبقى هنا 100%، هنا 100%، هنا 100%. ليه اديت الاندنج 100%؟ عشان الماتيريال ادد ات ذا بيجيننج. يبقى اذا اول حاجه عندي هنا كام؟ 100000. ماشي. عيد القصه دي تاني للايه؟ للكونفرشن كوست. ادي فور كونفرجن كوست. تعال بقى نشوف ايه اللي هيحصل. فور كونفرجن كوست انا شغال ويتد افريج، فدي اول مده دايما 100%، ستارت اند كومبليت 100%. اندنج ويب قال لك الاندنج ويب تم بنسبه كام؟ 25% كومبليت، صح؟ يبقى هديله كام؟ 25% فقط، يبقى 82000. يبقى الاجابه عندي فور ماتيريال 100000، فور كونفرجن 82000، تبقى اجابه رقم دي 100000 ماتيريال و82000 كونفرجن. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 50. في سؤال رقم 50 بيقول ايه بقى؟ A corporation uses first in first out FIFO process costing system and has the following unit information for the month of August. قول لي بقى August عندك في داتا دي. اول حاجه كده beginning working process inventory 100% complete for material، 100% complete for material. حلو قوي. يبقى اذا البيجيننج هوب واخد الماتيريال بتاعته بالكامل. وبعدين 75% complete for conversion بتوتال 10000. يبقى اذا البيجيننج ويب عباره عن 10000 يونت، 100% ماتيريال و75% conversion. بعد كده units completed and transferred out 90. ال completed and transferred out دول 90 عباره عن ايه؟ ال 10 دول طبعا تموا واتصرفوا، بلس ال completed and transferred اللي هم الايه؟ ال 90 اللي هو الستارت بلس الايه؟ البيجيننج.
وعندك اندنج ويب ب 8000 يونت، تامين 100% ماتيريال و60% كومبليت فور كونفرجن. المطلوب نمبر اوف اكويفالنت يونت اوف برودكشن فور كونفرجن كوست فور ذا مانث اوف اوجست. سؤال سهل قوي، على طول اخد نسخه كده من التيبل بتاعي اهو، كوانتيتي سكيدول، اعمل الكوانتيتي سكيدول صح، يبقى انا شغلي هيبقى صح ان شاء الله. اول حاجه بيقول لي عندك بيجيننج ويب بكام؟ 10000. وبعدين عندك اندنج ويب بكام؟ 8000. كلام جميل. طب الستارت اند كومبليت، قال لي انت ترانس كومبليت وترانسفيرد 90. طب ما كومبليت وترانسفيرد 90 دول المفروض ان كان من ضمنهم البيجيننج، لان بيقول لي كومبليت اند ترانسفيرد، وانا كومبليت وترانسفيرد البيجيننج زائد اللي انا استارتيته صح. يبقى اذا الاجابه هنا عندك او الكونتنت سكيدول بتاعي عندك بيجيننج ويب 10، ستارت اند كومبليت 80، اندنج ويب 8. يلا بينا بقى نشوف انت شغال ايه هنا عشان نسيت. حلو، فيرست ان فيرست اوت. طيب يبقى بالنسبه كده للبيجيننج انفنتوري، انت جايب لي بيجيننج انفنتوري تم بنسبه كام في الميه؟ 75. يبقى انا هضيف لك الايه؟ ال 25. وعندك هنا 100%، واندنج انفنتوري تم بنسبه كام في الميه؟ 60. يبقى عندك هنا 60%. بس يبقى اذا الايكويفلنت يونت عندك كام؟ 87300. فين اهي اجابه رقم ايه؟ نروح نشوف سؤال رقم 51. سؤال 51 بيقول ايه بقى؟ affirm use weighted average process costing system. حلو. material B is added at two different point in production of shrimps. shrimps ده بينتجوا الشريم. المهم يعني الشريم ده البرودكت بتاعهم ايا كان ايه هو. الناس دي بتحط ماتيريال اسمها ماتيريال بي، بتتحط في تو ديفرنت بوينت، يعني بيضيف ماتيريال بي دي في نقطتين، بيحط شويه وبعدين يصبر ويحط شويه تانيين. ماشي. 40% اللي هم الشويه الاولانيين، 40% از ادد لما اليونتس تبقى 20% كومبليت. انا وصلت الاتمام 20% كومبليت، او حاطط ماتيريال بي احطهاش كلها، احط 40% منها بس. اند بقيت ماتيريال بي اللي هم 60% اوف ماتيريال بي از ادد وين ذا يونتس ار 80% كومبليت. يبقى اذا عند 20% كومبليت بحط 40% من ماتيريال بي، عند 80% كومبليت بحط بقيه ال 60% بتاعت ماتيريال بي. At the end of the quarter، في نهاية الكوارتر there are 22,000 shrimps in process. متبقي عندك كام؟ 22,000 موجودين كإندنج ويب في البروسيس. All of which 50% complete. على طول all of which 50% complete، يبقى ما حصلوش ال 80% بس تخطوا ال 40 تخطوا ال 20% يبقى خدوا لهم أول 40% من الماتيريال. ماشي. With respect to material B، عايز ال ending shrimp in process represent how many equivalent units. يا جماعة الموضوع سهل قوي، هو متبقى عنده كام يونت؟ متبقى عنده 22000 يونت. تمين نسبة كام في المية؟ 50. ماشي. هل تخطوا ال 20؟ اه، يبقى اخد اول 40% ماتيريال. هل تخطوا ال 80؟ قال لك لا، يبقى ما اخدوش 60% ماتيريال. يبقى انا على طول كده هقول دول في 40%، خد 40% من الماتيريال. تطلع الاجابة كام؟ 8800. اجابة رقم B. شوف سهلة ازاي؟ السؤال ده جه في الامتحان قبل كده على فكرة، ولو فتحته الريتاير ده هتلاقوه موجود فيه. أنا بقول لك كده ليه؟ عشان أعرفك الامتحان بيجيب أفكار حلوة برضه، فلو واحد مثلا دايما محافظ إن هو يعمل كوانتيتي سكيدول وبيجيننج وستارت كومبليت وإندنج وقابله سؤال زي ده هيحتاس، رغم إن هو سؤال سهل قوي، مش كده؟ نشوف سؤال رقم 52. في سؤال 52 بيقول إيه بقى؟ A company use process cost system in accounting for its single product. بتنتج منتج واحد وشغاله بالبروسيس كوستنج. The cost of units failing final inspection، الكوست بتاعت اليونت اللي بتفشل او بتقع في الفحص النهائي termed normal spoilage، بنسميها normal spoilage. مالها بقى؟ is added to the inventory cost of good units produced، بنحطها على اليونتس الايه؟ الgood units produced. ماشي. اليونت اللي سبويلد دي ديورنج برودكشن ار تيرمد اب نورمال سبويلج. اما اليونتس اللي بنقول عليها اب نورمال، خلي بالك اللي فاتوا دول كانوا النورمال، اللي جاي ده بقى اللي هو النورمال الاب نورمال، التيرمد اب نورمال اللي بنسميها اب نورمال. اند زير كوست از ايميديتلي ريتن اوف تو كوست اوف جود سولد، بنعدمها مباشره ونوديها على الكوست اوف جود سولد. يبقى اذا النورمال بيتحمل على الجود يونتس بروديوس، سواء بقى في المخزن هتلاقيها في المخزن، اتباعت هتلاقيها اتباعت. اما الاب نورمال بيترمي فورا على الكوست اوف جود سولد. During the previous month، خلال الشهر اللي فات، the entire inventory of spoiled unit، ال entire كامل ال inventory بتاع ال spoiled، سواء بقى normal على abnormal، اهو both normal and abnormal spoiled، was sold، باعت مخزون بتاع التلف بتاعه كله، الواحد بتاع خردة مثلا.
at a price lower than it had cost, بسعر أقل من اللي كان متحمل عليه. To produce them يعني بسعر أقل من الكوست to produce them، يعني باعهم بسعر أقل من تكلفتهم اللي كانت واقفة عليه بيهم. ماشي. How would these sales affect the reported net income for the company؟ يا ترى تأثير البيع دي إيه؟ هيكون تأثيره على النت إنكم. خلي بالك. الكوست بتاعت النورمال والأب نورمال. النورمال اتحط على الجود يونتس ولو في منه حاجه اتباعت فهي ظاهره في الكوست اوف جود سولد، اما الاب نورمال فرايحه على طول على الكوست اوف جود سولد. يبقى اذا السعر البيع اللي انا بعت بيه اليونتس التالفه دي المفروض ان انا اخده كله يروح مزود لي النت انكم، فانا هدور دلوقتي على ان هو بيعمل لي انكريز للايه؟ للنت انكم. فبيقول لك اهو، هل انكريز للنت انكم فروم ذا سيل اوف اب نورمال از بولج اند انكريز للنت انكم برضه من السيل اوف ذا نورمال؟ صح، البيع بتاع الاب نورمال هيزود لي النت انكم، وكمان البيع بتاع النورمال هيزود لي النت انكم برضو. يبقى انا شايف الاثنين دول صح، او اجابه رقم ايه صحيحه. ولكن تعال نشوف الباقي. هل هنكريز النت انكم للسيلز بتاعت الاب نورمال سبولج وهتديكريز النت انكم للمبيعات بتاعت النورمال؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها ان انا لما ابيع خرده اقلل النت انكم. هديكريز النت انكم مش هكمل قرايه اصلا، هديكريز النت انكم برضو مش هكمل قرايه، المفروض ان انا هزود النت انكم بالسعر اللي جالي من الاثنين. يبقى اذا انا شايف ان الاجابه الصحيحه اجابه رقم بي، وهو ان انا هزود النت انكم من مبيعات الاب نورمال وهزود النت انكم من مبيعات النورمال برضو. يبقى اذا اجابه رقم ايه هي الاجابه الصحيحه. نروح لسؤال رقم 53. في 53 بيقول لك ايه بقى؟ The fabrication process عملية التصنيع include three steps، ثلاث خطوات. ايه هم الثلاث خطوات؟ cutting التقطيع، bending التاني او التشكيل، and assembly ثم التجميع. حلو. cutting and bending عملية التقطيع والتشكيل او التاني او التشكيل دي مالهم بقى؟ cutting and bending process are completed together، بيكملوا مع بعض، فهو عايز يعتبر الاثنين دول مرحلة انتاجية واحدة. and then units are sent to assembly department، وبعد كده بنروح نوديهم قسم التجميع for completion عشان يتم اتمامها يعني. ماشي. direct material and conversion cost are added proportionally through the process. الدايركت ماتيريال والكونفرجن بيتضافوا خلال العمليه بالتناسب. حلو قوي. units are 50% complete for both direct material and conversion cost when the units are transferred from the cutting and bending process to assembly. يعني اليونتس بتخرج من القسم الاولاني اللي احنا قلنا عليه cutting وbending مع بعض، وعلشان تروح قسم الاسمبلي بتبقى خارجه وهي 50% كومبليت، 50% كومبليت ماتيريال و50% كومبليت كونفرجن مع بعض. The fabricator المصنع ده use first in first out method inventory method. والسؤال هنا بقى the activity report، او مش السؤال ده لسه بقيت الداتا. The activity report for the assembly department for current month is shown blue. مطلوب من حضرتك انك تركز قوي ان الداتا دي بتاعت قسم الاسمبلي، ماشي؟ مش اللي قبله. Beginning inventory 60% complete 240 unit. Transferred in اللي جاله بقى من قسم الكاتنج والبندنج جاله دخله 680 units. اليونتس كومبليتد من ال 240 وال 680 دول كومبليتد منهم كام؟ 800. وبعدين بيقول لك الاندنج انفنتوري 75% كومبليت ومش قايل لك عليه. السؤال هنا بقى وات از اسمبلي ديبارتمنت ايكويفالنت يونتس بروديوسد فور ذا كارنت مانث. قسم الاسمبلي ده ايه هنا الايكويفالنت يونتس بتاعته خلال الشهر؟ تعالى بينا نعمل الكوانتيتي سكيدول بتاعنا وهتلاقي الموضوع سهل قوي. اول حاجه كده نشوف، بيقول لك عندك بيجيننج ويب كام؟ 240، كلام جميل. وبعد كده الستارت اند كومبليت كام؟ اما انا مش عارف جاب الستارت اند كومبليت دي ازاي. امال مديني ايه؟ هو بيقول لي هنا ترانسفيرد ان اللي جالك من قسم الكاتنج، يبقى حضرتك دلوقتي كان عندك كده 240 وجالك عليهم كام؟ 680، يعني 920. ال 920 دول كومبليت منهم كام؟ ها؟ 800. يبقى اتبقى من ال 920 دول كام؟ 120. شفت سهله ازاي؟ يبقى انا جبت الاندنج ويب دلوقتي كانه ايه؟ 120. باللوجيك كده انا كان عندي 240 صح؟ وانا عملت عليهم او جالي عليهم 680، يبقى انا معايا 920. 920 دول تم منهم 800، يبقى متبقي 120 في الاندنج ويب. طيب قول لي بقى الستارت اند كومبليت كام؟ بص، هو مش انت بتقول لي ان انت اتميت 800؟ ال 800 اللي اتمتهم دول كان في منهم 240 في اول المده، يبقى اذا كام الستارت؟ 560. بس
شفت الموضوع سهل ازاي؟ يبقى اذا انت هنا ستارت 560 زائد 240، يبقى هنا هتاخد الاثنين دول مع بعض وتقول لك هو ده اللي ترانسفيرد اوت او هو ده اللي كمل، فدول ال 800. اتفقنا؟ طيب بعد ما عملنا الكوانتيتي سكيدول بتاعنا، يلا بينا بقى ننزل بالنسب بتاعتنا. هو عايز كايه؟ ككونفرجن كوست، والراجل ده بيشتغل فايفو. البيجيننج انفنتوري 60% كومبليت، يبقى انا فورا هديله ايه؟ 40% اللي هو محتاجها بس. وهنا 100%، والاندنج ويب قال لك هنا 75% كومبليت، يبقى كام؟ 75%. يبقى اذا الناتج 600 746، اجابه رقم بي 746. خلي بالك انت لو طلعت الكوانتيتي سكيدول ده صح بتظبط المسألة على كده. وخلي بالك من حاجة تانية مهمة برضو، ما تقلقش. ليه ما تقلقش؟ لأن ده من نوع الحاجات اللي تعرفك أنت شغلك صح ولا لأ. بص كده، بص شايف كده الاتنين دول مع بعض مجموعهم كام؟ 800، أهي ال 800 أهي. شايف الاتنين دول مجموعهم كده مع بعض 680، أهم ال 680 أهو. فهمت؟ يعني عايز أقول لك اشتغل، اعرف لك طريقة تجيبهم بيها، وما تقلقش هتتأكد في الآخر أنت صح ولا غلط. إجابة 746، إجابة رقم بي. نروح لسؤال رقم 54. بيقول لك A company began the month، بدأت الشهر ب 10,000 يونتس في البيجيننج ويب انفنتوري، اللي هم كام؟ 60% كومبليت. حلو، يبقى انا بادئ الشهر ومعايا 10,000 يونتس 60% كومبليت. During the month the company transferred 120,000 يونت to finish. بص انا وديت القسم اللي جاي رحلت له 120، جبت منين ال 120 دي؟ 10 كان معايا من اول المده، يبقى ال 110 الباقيين ايه؟ ستارت اند كومبليت، ستاتيك كده. صح؟ At the end of the month، في نهاية الشهر اتبقى عندي 20,000 units were in the working process inventory، تمين 20% complete. لو حضرتك شغال first in first out method، عايز يعرف ال equivalent units produced during the month. ببساطة شديدة هروح اخد كده جدول فاضي كده جميل اهو، واقول لك ايه عندك التبلو الصغير ده. اول حاجة كده قال لي عندك beginning كام؟ 10,000. حلو، وقال لي عندي اندنج كام؟ فين الاندنج؟ قال لك في عندك اندنج 20، مش كده؟ اهو ادي بيجيننج 10,000 وادي اندنج كام؟ 20. طيب الستارت اند كومبليت، هو قال لي الترانسفيرد 120، يعني اذا الترانسفيرد ده كان 120 منهم 10 اللي كانوا في اول المده، يبقى انا مستارت وكومبليت كام؟ 110. شفت الموضوع سهل ازاي؟ سهله؟ طيب تعالى بينا بقى نشوف الراجل ده ايه شغال فيرست ان فيرست اوت، وعايز الايه الايكوفلنت يونت بتاعته. ماشي، فين البيجيننج ويب؟ تم 60%، يبقى ملوش عندي الا 40%، وهنا 100%. كويس، والاندنج ويب تم كام؟ 20%. بس يبقى اجابه كلها كام؟ 118,000 في 118 اهي اجابه رقم دي. نروح لسؤال رقم 55. سؤال 55 بيقول ايه؟ During the month of February، خلال شهر فبراير، A company purchased، اشترت 260,000 pound of raw material، اشترينا 260 رطل من الرو ماتيريال بكام؟ ب 5 دولار بير باوند. بس اللي اشتريناهم ال 260 دول اللي يوزد منهم 250,000 اوف ذيس باوند ان برودكشن، يبقى اذا انا اشتريت 260 استعملت منهم في العمليه الانتاجيه كام؟ 250. This raw material is applied at the beginning of the process. والraw material دي is applied at the beginning of the process. يبقى أنا أول معلومة عرفتها مهمة إن الماتيريال بتتحط في بداية العملية الإنتاجية. ماشي. ده الكلام ده كان خلال شهر فبراير. On February 1 في أول المدة the company had 10,000 units working process inventory. كان عندي 10,000 units في أول المدة. ذات وير 10% كومبليت اند فاليود ات 25,000 اوف ماتيريال، محمله بماتيريال 25,000، واخده ماتيريال بالكامل 100% ماتيريال 25,000. ليه قلت 100% ماتيريال؟ عشان قال لي ان الماتيريال ايه؟ ادد ات ذا بيجيننج اوف ذا بروسيس. وتم كونفرجن كوست 10%. ات ذا اند اوف ذا مانث، في نهايه الشهر، ذير وير 40,000 يونتس ان ورك ان بروسيس انفنتوري ذات وير 40% كومبليت، وتم 40% كومبليت ماتيريال. كومبليت كونفرجن هو ما قالش، بس انا استنتجت كده. استنتجت ان هي 40% كونفرجن، يعني لان كده كده الماتيريال ادت ات ذا بيجيننج. اسومنج، افترض ان فيرست ان فيرست اوت از يوزد، اذا ذا كمباني ترانسفيرد اوت، يعني الشركه خرجت انتاج 500,000 يونتس تو فينيش جودز فبراير، عايز الدايركت ماتيريال كوست بير يونتس ذات شود بي يوزد في الفاليو بتاعت الاندنج وركينج بروسيس انفنتوري. تعال بينا نشوف هنحسبها ازاي. اول حاجه كده هعمل الكوانتيتي سكيدول بتاعي بسرعه. اول حاجه بيقول لك عندك في البيجيننج ويب بكام؟ 10,000.
كلام جميل. وقال لك عندك في الاندنج ويب كام؟ فين الاندنج ويب؟ 40,000. وعندك في الاندنج ويب 40,000. حلو قوي. ستارت اند كومبليت ما هو متعود يدوخك فيها، بس هو انا قايل لك ان هو ايه؟ ان هو عامل 500,000 ترانسفيرد اوت. طيب لما يكون عندك 500,000 ترانسفيرد اوت منهم ال 10 اللي موجودين عندك بيجنج، يبقى انت اذا ستارت اند كومبليت كام؟ 490. فلما بدات 490 وكومبليت واتمتهم واتمت كمان اللي في البيجنج ويب، يبقى كانك مترانسفير كام؟ ها؟ 500,000. سهله؟ طيب عملنا الكوانتيتي سكيدول بتاعنا صح. الراجل ده شغال فيرست ان فيرست اوت وعايز يشوف الايه؟ الدايركت ماتيريال كوست. طيب الدايركت ماتيريال ادد ات ذا بيجنينج اوف ذا بروسيس، معنى كده ان البيجنينج ويب ده جاي لي واخد الماتيريال بتاعته، يبقى اذا هو بالنسبه لي كام؟ 0%. طيب هنا الستارت اند كومبليت 100%، الاندنج ويب هديله 100% لان الماتيريال ادد ات ذا بيجنينج بس، يبقى الايكوفلنت يونت بتاعتي كام؟ 530,000. هو بقى عايز ايه؟ عايز the direct material cost per unit that should be used to value the ending inventory. عايز الكوست بتاعت الايه؟ الاندنج انفنتوري. الكوست بتاعت الاندنج انفنتوري دي عباره عن ايه؟ بص هو المفروض كده قال لك ان هو عمل ايه؟ عمل ال استخدم 250,000 يونت صح؟ وال 250,000 يونت دولت في 5 دولار، يبقى الكوست بتاعت الماتيريال 5 في 250,000، يبقى اذا انا الكوست اليوزد ان برودكشن بتاعتي عباره عن ايه؟ 250,000 في 5. المليون 250 دي هي الكوست بتاعت الماتيريال اللي اتصرفت خلال الشهر. هاجي انا بقى عشان شغال فيرست ان فيرست اوت فباخد اللي اتصرف خلال الشهر بس، هاخد ال 250,000 باوند في 5 دولار دول بمليون 250 واقسمهم على الايكوفلنت، تطلع الكوست بير يونت كام؟ 2.36. فين 2.36؟ اهي اجابه رقم ايه. اتفقنا؟ بص بقى هو عمال يقول لك انا عايز الكوست بير يونتس ذات شود بي يوزد تو فاليو اندنج انفنتوري. بص بقى انا هجيب لك الكوست بير يونت، عايز تقيم بيها الاندنج انفنتوري، عايز تقيم بها الترانسفير ده اوت، ما يخصنيش، المهم ان اطلع الايه؟ الكوست بير يونت بتاعتي اللي هي عباره عن الايكوفلنت يونت ومقسوم عليه الكوست اللي اتصرفت خلال الشهر، اللي هي عباره عن 250,000 يونتس يوزد مش برشيز، ده لان هو قايل لك في 260 برشيز بس، 250,000 بس هم اللي يوزد، اخدهم في تكلفتهم واقسمهم على الايكوفلنت يونت عندي، تطلع الكوست 2.36. اجابه رقم ايه؟ نروح لسؤال رقم 56. في سؤال رقم 56 بقى بيقول ايه؟ بيقول costs are accumulated by responsibility center for control purpose when using the job order ولا the process costing. بص السؤال ده بدري عليه شويه، المفروض ان انت ان شاء الله عندك اخر يونت في الكوست هتتكلم عن القصه بتاعت الريسبونسبيلتي سنتر، وكمان لا ده مش اخر يونت في الكوست، دي اخر يونت في بارت البرفورمانس ميجرمنت اللي هو بارت الفاريانس، فالسؤال ده جاي بدري قوي قوي عن ميعاده ماشي. بس بما ان هو هنا جاب سيره الجوب اوردر والبروسس كوستنج فجبنا السؤال ده معانا. يعني ايه ريسبونسبيلتي سنتر؟ مركز تكلفه او مركز مسؤوليه، وهو ان انا اكيميليت الكوست على الايه؟ السنتر دي. فاقدر اقول لك مثلا قسم الانتاج مكلفني كام؟ قسم الصيانه مكلفني كام؟ قسم الحسابات مكلفني كام؟ لاني عارف تكلفه كل قسم. ليه؟ لان انا باكيميليت الكوست او بجمعها باي ريسبونسبيلتي سنتر دي لاغراض الكنترول، عشان اراقب الناس اشوف كل قسم تكلفته كام. طب ده بيحصل في الجوب اوردر ولا في البروسيس؟ في الاثنين. اي حاجه عايز تشتغلها سواء شغال جوب اوردر او بروسيس كوستنج دي حاجه فور كنترول بيربوس بس. يبقى اذا هختار هنا يس وهختار هنا ايه؟ يس، تبقى اجابه رقم ايه. نروح لسؤال رقم 57. سؤال رقم 57 بيقول ايه بقى؟ The completion of goods، اتمام البضاعة او اتمام اليونتس بتاعتك is recorded at ايه بقى؟ as a decrease في الويب when using a job order costing ولا process costing. بص انا المفروض بعمل completion of goods لما بتم البضاعة بتاعتي، بعمل entry قيد يومية اقول فيه ايه؟ بقول فيه debit finished goods inventory credit الويب صح؟ والقيد ده اللي هو debit finished credit الويب شفناه في الجوب اوردر كوستنج وشفناه في البروسيس كوستنج صح؟ افتح الكتاب كده، في الجوب اوردر كوستنج هتلاقي الانتري الاخير بتاع تحويل اليونتس الى finish debit finished credit الويب. يعني بتعمل ايه كريدت الويب؟ ديكريز في الويب، مش الويب ده انفنتوري طبيعته ده بت، فلما انا اجيبه كريدت يبقى بعمل له ديكريز، بعمل الانتري ده في الجوب اوردر ولا في البروسيس؟ في الاثنين مع بعض، يبقى اذا الاجابه رقم بي يس يس. نروح لسؤال رقم 58.
سؤال 58 بيقول ايه بقى؟ A company uses process costing system to record inventory cost. Data at the end of month are followed. الداتا دي في نهاية الشهر. مدي لك اليونتس اللي هم 100 و900. وبعدين direct material percentage of completion 100% 100%. Conversion cost percentage of completion 80% 100%. ده الكلام ده بالنسبة للايه؟ للويب، وبالنسبة للايه؟ للفينيشد جودز انفنتوري. خلي بالك دي فينيشد جودز انفنتوري، ها؟ ده الويب وده الفينيشد جودز. فين؟ At the end of the month. معنى كده ان ده الاندينج ويب وده الانتاج اللي تم. حلو قوي. خلي بالك الانتاج اللي تم ده عباره عن ايه؟ عباره عن اللي كان في البيجيننج ويب اتمناه وحولناه الى فينش بلس الستارت اند كومبليت. يبقى الاثنين مدمجين مع بعض في الرقم ده. وادي الاندينج ويب، وادي نسب الاتمام بتاعتك ماتيريال وكونفرجن. ماشي. The company used weighted average method to compute the cost. شغاله weighted average. The total cost for month are 10,000 for direct material و 19,600 for conversion cost. ادي التوتال كوست بتاعتك. Beginning بقى على اللي اتصرف خلال الشهر مش فارقه معاك، ما انت شغال weighted average، صح؟ What is the total conversion cost per equivalent unit؟ هنحسب الايكوفلنت يونت conversion، وبعدين ناخد الكوست نقسمها عليه يطلع لك الايه؟ الconversion cost per equivalent unit. تعال نشوف. هات يا عم ادي الكوانتيتي سكيدول اهو. طبعا البيجيننج مدمج على الستارت اند كومبليت مع بعض، ومسميهم فينيشد جودز هنا كام يونت؟ 900. وعندك اندنج كام؟ وركينج بروسيس انفنتوري عباره عن ايه؟ 100. بس تعالى بقى نحط ايه؟ نسب اتمام. دي هتاخد 100%، وهنا عندك الوركينج بروسيس في الاندنج ده اسبير ايه؟ كونفرجن كوست 80%. بس يبقى انا هدي له هنا كام؟ 80%. يبقى الايكوفلنت عندي كام؟ 980. اتفقنا؟ طيب الكوست بتاعت الكونفرجن كام؟ 19600. يبقى انا هاجي هنا كده واقول 19600 على الايكوفلنت بتاعي، تطلع الكوست بير يونت كام؟ 20. اجابه رقم بي. سهله قوي، صح؟ نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 59. The cutting department قسم التقطيع in the first is the first stage، هو يعتبر أول مرحلة. يبقى قسم التقطيع هو أول مرحلة في إيه؟ في مارك كامباني برودكشن سايكل، ده اسم الشركة. ماشي. BWIB اللي هو يقصد بها beginning web، يبقى إذا beginning web أول المدة تحت التشغيل for this department was 80% complete as to conversion cost، والending web كان 50% complete. Conversion cost in the cutting department for the month just ended was follows. وادي ال conversion cost. ال beginning web كان 25,000 يونت اللي هم تمين كام في المية؟ اللي هو هنا تمين في المية، تمين 80%، ومصروف عليهم cost 22,000. وال units started and the cost incurred during the month start 135 وصرف عليهم 143. يبقى اذا ده كده البيجيننج بتكلفته وده اللي ستارت بايه؟ بتكلفته. يونتس كومبليتد اند ترانسفيرد تو ذا نيكست ديبارتمنت كام؟ 100. ال 100 اللي تموا دول عباره عن ايه؟ ال 25 و 75 من ال 135، وبقيه ال 135 هتلاقيه قاعد معاك في الاندنج، صح؟ ده بالبديهه كده. Using first in first out method. What is the conversion cost of ending web? يبقى لازم احسب الايكوفلنت، اقسم عليه الكونفرجن كوست، اطلع الكوست بير يونت اضربها في الاندنج ويب. بس تعال نحل، اخد كده كوبي من التيبل بتاع الكوانتيتي سكيدول بتاعي واشتغل. اول حاجه كده عندي بيجيننج ويب، هو قايل لي ان البيجيننج ويب فين؟ 25,000 يونت. حلو. بيجيننج ويب 25,000 يونت. اندنج ويب فين؟ ما قاليش. فيش اندنج ويب. طب ستارت اند كومبليت فين؟ برضو ما قاليش. قال لي ان انت ايه؟ ستارتد اند يونتس ستارتد كام؟ 135. فانا ال 135 دول عملت لهم ستارت. اليونتس كومبليتد اند ترانسفيرد تو ذا نيكست ديبارتمنت 100. يبقى اذا انا عندي 100 كومبليتد منهم 25,000 من اول المده، يبقى الستارت اند كومبليت كام؟ 75,000. طيب الاندنج ويب، بص هو انا مش عملت ستارت ب 135، اتبقى لي منهم عملت ستارت ب 135، ال 135 اللي عملت لهم ستارت كومبليت منهم 75، يبقى اذا ممكن اقول لك هنا 135 عملت لهم ستارت، اللي كومبليت منهم كام؟ 75. يبقى الاندنج ويب كام؟ 60. لو حضرتك جمعت الاثنين دول مع بعض يطلعوا كام؟ 135. ايه ال 135 ده؟ ده اللي ستارتد. لو انت جمعت الاثنين دول مع بعض يدوا لك ال 100. ايه ال 100 دي؟ الايه؟ الكومبليتد وترانسفيرد تو ذا نيكست ديبارتمنت. سهله؟
ماشي. تعالى بينا بقى بعد ما عملنا الكوانتيتي سكيدول نطلع نسب الاتمام. هو بيدور على ايه؟ وات ويز ذا كونفرجن كوست فور اندنج. يبقى هنشتغل كونفرجن. نسب الاتمام فين يا ريس؟ عشان الراجل ده شغال فايفو، راجل دقيق. كويس، قال لك البيجيننج ويب بتم 20%، يبقى مالكش عندي الا الايه؟ ال 20%. البيجيننج ويب بتم 80، يبقى انا هضيف له 20، وهنا هاخد كام؟ 100%. الاندنج ويب بتم كام في المية؟ 50%، يبقى انا اديله كام؟ 50%. تطلع الاجابة كام؟ 110,000. ده الايه؟ الرقم بتاع الايه؟ الايكويفلنت يونت. ماشي، شوف لي بقى الكوست اللي هقسمها عليه. انا شغال فيرست ان فيرست اوت، يبقى ماليش دعوة بالكوست بتاعت البيجيننج، هاخد الكوست اللي ايه؟ انكيرد ديورنج ذا ماث، 143,000. فهروح قايل كده 143,000 على الايه؟ ال 110 تطلع 1.3. يبقى اذا الكوست بير يونت عندي هنا كام؟ 1.3 للكونفرجن كوست. هو بقى عايزها للايه؟ للاندنج ويب. بسيطه، فين الاندنج ويب؟ ال 30,000 دي ماشي في 1.3 تطلع 39,000. اجابه رقم سي. سهله. نروح نشوف سؤال رقم 60. In a process cost system, the application of factory overhead usually is recorded as an increase في ايه ده؟ لما بتطبق الفاكتوري اوفر هيد بتنكريز ايه؟ هو احنا الانتري او قيد اليوميه اللي كان عندنا في البروسيس كوستنج للاوفر هيد كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ديبت الويب كريدت الاوفر هيد كنترول اكاونت، صح؟ بديبت الويب وكريدت الاوفر هيد كنترول علشان اقفل الاوفر هيد ارميه فين؟ في الويب، صح؟ يبقى انا كده عملت ابلاي للاوفر هيد على الويب. يبقى اذا انا بانكريز من اثناء عمليه الابلاي بانكريز الويب، صح؟ كنا بنقول لو فتحت الكتاب هتلاقي الانتري بتاع تحميل الاوفر هيد اللي هو الكونفرجن كوست كله مع بعضه يعني، واللي هو جزء منها الاوفر هيد، كنت بتقول ايه؟ ديبت الورك ان بروسس انفنتوري سواء ديبارتمنت ايه او ايا كان، كريدت الايه؟ المانيفاكتشرنج اوفر هيد. فانت كده بتعمل ايه؟ بتنكريز مين؟ بتنكريز ايه؟ ان انكريز ان وورك ان بروسس انفنتوري، صح؟ يبقى الاجابه الصحيحه اجابه رقم بي. كانت ممتعة جدا جدا اسئلة البروسيس كوستنج، وشيقة الواحد ما يزهقش منها، والحمد لله نحمد ربنا ان احنا عندنا كمية الاسئلة دي كلها اللي هي 60 سؤال علشان يعد عليك كل الافكار اللي ممكن تيجي لك فين في اسئلة البروسيس كوستنج. اتمنى ان انت قبل ما تكون وصلت للحظة اللي انا بتكلم فيها دي تكون حليت من نفسك الاول قبل ما تلجأ للايه؟ للفيديو. ببقى فاكر اقول لك النقطة دي في اول الفيديو، اقول لك اقفل الفيديو ما تكملش وروح حل لوحدك، بس بنسى. اتفقنا؟ المهم عايزين نركز، نحل اسئلة كتير قوي، نحاول نعرف غلطتنا اللي غلطناها فين عشان ما نغلطهاش تاني. اتفقنا؟ اشوفكم على خير ان شاء الله، ونتقابل في المحاضرة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.